بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. وزي ما احنا عارفين لا جديد، كالعاده الاهلي مصدر السعاده. خلينا نقول انه السعاده بس مش كره القدم، طبعا اكيد كره القدم هي معشوقه الملايين، بس الحقيقه يعني اي حاجه بيلعبها النادي الاهلي وبتكسب الناس كلها بتفرح. لما بيشوفوا لوجو النادي الاهلي بيكسب وبيحقق بطولات كل يوم، الحقيقه دي بتسعد الملايين. منذ ايام احتفلنا بالفريق الاول لكره السله رجال بفوزهم بكاس مصر. خلينا نقول ان خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا كره السله شافت طفره كبيره جدا. الحقيقه بدايتها كانت بعوده دوري السوبر اللي غاب سنين طويله عنا، بطوله افريقيا لاول مره في تاريخ النادي الاهلي بمكسب كان الحقيقه يشرف. جينا بعد كده لبطوله القاهره والجيزه، جينا بعد كده لبطوله القاهره، جينا بعد كده لبطوله كاس مصر. الحقيقه في السنتين ثلاثه دي ما فيش بطوله ما خدناهاش. ولكن كرة السلة ليها شأن تاني غير الألعاب الجماعية. كرة السلة الحقيقة أندية كتير جدا بتنافس. خلينا الأول قبل ما نتكلم ونحتفل ونخش بقى في أجواء كرة السلة أكتر، نرحب بضيوفنا اللي منورينا في الاستوديو. يعني نرحب بعريس الفرح اللي هو يعني الحقيقة مدير فني من أكفأ المديرين الفنيين الحقيقة اللي مروا على تاريخ النادي الأهلي، وليه تاريخ طويل حتى هو لاعب. يعني هو لاعب جاب بطولات مع النادي وجاب بطولات مع المنتخب، يعني كان لعيب نجم وايضا مدرب نجم، ودي صعب تلاقيها. دايما تلاقي ممكن كده ممكن كده، انما الاثنين بيبقى صعب. معايا ومعاكم برحب بيه كابتن طارق خير. ازيك يا كابتن؟ كابتن عايزك نورك. اشكرك. المقدمه دي انا غلطان فيها ولا دي حقيقه؟ اشكرك اشكرك طبعا. نجم كبير يا كابتن، والف مليون مبروك على كاس مصر. الحمد لله رب العالمين. مبروك ليك ومبروك لكل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. برحب بالمدرب العام الحقيقه اللي كان ليه دور كبير ايضا في عوده البطولات. هو كان موجود طول الفتره اللي فاتت، بس هو بيمتاز شويه باعصاب هاديه، تقيل شويه دايما، يعني عنده حلول لان اعصابه هاديه. معايا ومعاكم الكابتن اسلام علي. منورنا يا كابتن. حبيبي يا كابتن عايز مبروك. الف مليون مبروك. ربنا يبارك فيك. شكرا. وايه البطوله اللي بعد كده يا كابتن؟ اللي هتيجي هناخدها ان شاء الله. حبيبي يا كابتن اسلام، الف مليون مبروك. ربنا يبارك فيك. في اثنين لعيبه الحقيقه معايا في الاستوديو، اللعيبه دي انا على المستوى الشخصي لما الاقيهم في فورمتهم بقول ان شاء الله ما حدش هيقف قدامهم، ودي حقيقه. كريم دهشان لاعب ليه مواصفات خاصه، لعيب عنده شوطه 3 بونت، عنده شوطه ميديم شوت، عنده بول كنترول كويس، عنده دخول على الحلقه كويس، عنده ديفنس كويس. الحقيقه هو توليفه كويسه. وكريم الدهشان الحقيقه الفتره اللي فاتت حصل طفره كبيره جدا مستوى اهلته المنتخب مصر، وانا بقول ان شاء الله لو حافظ على المستوى ده، وان شاء الله هو محافظ عليه، هيبقى رقم واحد في مركزه. اهلا بيك يا كريم. اهلا بيك يا كابتن هيثم. منورنا والف مليون مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. ان شاء الله بطولات كتير جايه معاك والعمر قدامك ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. معانا لاعب جه النادي الاهلي من سنتين ثلاثه، بس تحس ان هو متربي في النادي الاهلي من سنين. روح اتكلم، اداء اتكلم، بلس 90 برضو على فكره اتكلم، قول كل حاجه. واصابات متعور بيلعب، ما بيشتكيش، قاعد زي بيلعب لعيب نموذج الحقيقه، لعيب نموذج للاعب اللي المفروض يكون في النادي الاهلي. معايا ومعاكم محمد ابو النصر. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك كابتن عزيز. منورنا والف مليون مبروك. منورك، ربنا يخليك. الله يبارك فيك كابتن. خلينا نبتدي حوارنا طبعا مع كابتن طارق خير. الاول الف مليون مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك كابتن. ظروف البطوله كانت صعبه، عندك اصابات، واصابات تقيله مش اصابات قليله، عندك لعيبه بتلعب ب 50% من قوتهم، الناس مش عارفه كل ده، دخلت بطوله الكاس. قول لي يعني رحلتك مع بطوله الكاس ايه يا كابتن؟ لا احنا من السنه دي دايما في بدايه موسم احنا بنبقى بنقعد مع الفرقه، نقعد نحدد احنا عايزين ايه من الموسم دوت. احنا كالاهلي طبعا غصب عننا، انت متربي في بيت ما بيقبلش غير بمركز اول، فده كنا حاطين نقط كده من اول الموسم. بدانا دوري المرتبط، بدانا الاول بلعيبه كتير قوي في المنتخب ما بنكملش، يعني قعدنا فتره طويله قوي خمس انفار بنتمرن. خمسه منتخب كتير يا كابتن، كام لاعب؟ خمسه منتخب مصر، اثنين بيجددوا واثنين مصابين، فبنمرن خمسه بالظبط. دي كانت مشكله فتره طويله مش فتره قليله، دي البدايات خالص. دخلنا في دوري المرتبط، يمكن ده السبب الاساسي. خلينا انا باخد المشوار مع حضرتك واحده واحده. ده كان السبب الاساسي لاعتذار عن بطوله افريقيا، ان احنا حامل اللقب، ان انت ما اتمرنتش في فريقك. لا في حاجات يعني ممكن الحوار يخلينا ما نقولهاش، بس لازم تذكر ان اعتذارك عن بطوله افريقيا نتيجه ان الفرقه ما اتمرنتش. انت مش هتضحك على نفسك، دي حقيقه. وناس كتير قوي سالت احنا ما دخلناش ليه، ما ردناش، لان انا ما بنخشش على المواقع كتير، ما بنردش. توضح النقط دي. انا ما مرناش فتره كفايه عدد كبير قوي من الفرقه، حتى فتره افريقيا بعد ما جالنا لعيبه المنتخب كان في بطوله الشركات. انا سافر واحنا في الشركات، فكان في مشكله، فقلنا احنا النادي الاهلي ما ينفعش تخش تصفيات وتخسر بشكلك كويس وانت حامل اللقب. ودي حصلت مع فرقه انجولا السنه اللي قبلها، صحيح، تصفيات وخسر، ما جاتش معانا البطوله كانت في النهائي. لما بدانا نكمل الاصابات بقى، يعني ده يبقى سليم ده يتصاب، لحد ما جينا دوري المرتبط عندنا اربعه فوق السن، دي كانت البدايه.
واللعيبه يعني دايما باجي اشكر اللعيبه اللي يعني معدنهم اصيل. انت بتلعب دوري مرتبط اربعه فوق السن وعندك اصابات وبتلعب دوري مرتبط مجموعتنا صعبه جدا. انت بتقابل سموحه في الثمانيه، سبورتنج في الاربعه، الجزيره في الفاين، يعني صعب كانك بتلعب الدوري، مشوارك صعب. قدروا يوصلوا للفاينل، بس خلينا نوضح للساده المشاهدين، اربعه فوق السن، ان انت مرتبط ب 28 سنه في دوري المرتبط اخر سنه، بدل 8 لاعبين بيسجلوا في اربعه من الثمانيه، في اربعه غصب عنك، يعني معنى كده بتلعب بنص قوتك، بتلعب ب 10 كبار وغير لو في اصابات، وبتلعب باثنين ولدين او ثلاثه صغيرين. دي كانت البدايه دوري المرتبط، وكان ده كويس قوي بصراحه، لان انت برده ما كانش حد متوقع انك تاخد دوري المرتبط في ظروف ان انت مخرج اربع لعيبه او ناس بتلعب وهي مصابه. جه بعدها الكاس، احنا الكاس برضو لا، وخلينا اقول ان انت برضو كان كابتن احمد الجرحي معاك فريق 16، كنت عاملين ثنائي كويس جدا، كنت عينك على فريق مرتبط وعينك على فريق الدرجه الاولى، ونجحت باقتدار ان انت تقود الدفه لغايه الحمد لله ما حصلنا على دوري المرتبط الحمد لله بدون مشاكل. دي حقيقه، وبنشكرهم على الاولاد اللي كانوا عاملوا مجهود كويس، وتقريبا بدون هزيمه دوري المرتبط كله مع فرق جامده، يعني برضه هو لعب اكيد لعب طول الجمهوريه. برافو عليك. ناشئين. جينا للكاس، احنا الحمد لله مجموعتنا كانت كويسه، كان يعني نوعا ما الماتشات كانت سهله. سيمي فاينل سموحه، وكان ماتش مهم جدا. لا سموحه خصوصا ان انت سموحه فريق جامد، سموحه فرقه كويسه، ولو خسر ما بيزعلش، ما بيزعلش يعني زعل حاجه على وقتي، انما في الاخر انت خسرت من الاهلي. صحيح. فبيبقى الشد العصبي بالنسبه لك انت، كان ماتش صعب جدا. فريق جامد سموحه، كان ماتش صعب جدا لحد الفاينل. الفاينل كواليسه يعني انا لسه دلوقتي متفاجئ من يومين ان كريم عنده يعني كده ناتشه في الغضروف، يعني لسه بيلعب بيها كده، انا ما اعرفش ومخبي عليك طبعا عشان عايز يلعب نصر سبرين في ماتش سموحه، المفروض ما يلعبش الفاينل. ربط وجلسات وقال لي كلمه، قال لي مش هبيعك يعني، ف انا انساها يعني. لا محمد راجل في العلاقه اللي بينه وبينه بتسمع. طبعا طبعا. الغنام انت عارف جاي من اصابه، مدير جرحي التهاب في الاكيلس، جمله في بيته واخد فيها حقنه امبارح رشح. دي الكواليس اللي الناس ما تعرفهاش بالظبط، ورغم كده كانوا رجاله. صحيح. حاد وجيم كان كويس، انا اول مره اتفرج على الجيم امبارح. لا لا كان الاعاده كان جيم يشكروا عليه بصراحه. صحيح. يستحقوا. لا ده انا هاجي للجيم بقى واحده واحده كده، وناخده ليلته وبعديه كل حاجه. بس يستحق. اروح لكريم. كريم انت عملت جيم حلو جدا، خلينا نتكلم باسكت بول بقى، عملت جيم حلو جدا، كان في حماس، ما كانش في توتر خالص، انا ما كنتش شايف عليكم اي توتر، كان في ثبات انفعالي كويس جدا، كان عندكم هدف واضح ان كلكم بتلعبوا بروح واحده، اللي طالع زي اللي خارج، زي اللي بيشوط زي اللي بيجيب، يعني كلمني كواليس الماتش انتوا كلاعيبه. لا احنا يعني من قبل الماتش واحنا يعني متفقين ان احنا خلاص، احنا بطوله الكاس احنا اخر سنتين خسرانين نهائي برضه من سبورتنج نفس البتاع، فاحنا يعني كان بالنسبه لنا يعني قدامنا الهدف، احنا مستحيل ان احنا نخسر ثلاثه ورا بعض، يعني احنا كان يعني كان الكاس ده بالنسبه لنا خلاص، يعني احنا عايزين ان احنا نكسب، مش فارق يعني معانا. احنا من ثلاث سنين بنطلع، احنا من ثلاث سنين بنوصل فاينل قبل المكسب بالظبط، يعني وبنبقى قريبين جدا وبنخسر في الاخر، فاحنا كنا خلاص يعني احنا يعني لو زي متعهدين ان احنا ما ينفعش الكاس ده خلاص يطلع بروانا تاني. كان الناس يعني لما بتكون الفرقه كلها خلاص مركزين ان احنا كلنا عاوزين المكسب ده، الروح دي بتفرق معانا جدا، يعني احنا الروح لما يعني لما الروح خلاص احنا كلنا عاوزين نكسب، ما خلاص ما فيش يعني ما فيش فرقه مثال في مصر ممكن تقف. كريم البنش كان حلو قوي، البنش كان روحه حلو قوي، المكسب بيجي من على البنش. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه، لما يعني بيدي ثقه كبيره جدا للناس اللي في الملعب، اللي لما حد بيطلع بيبقى برضه قاعد على البنش كده، لما انت بتشوفه اصلا بره اللي هو قاعد على البنش عمال خلاص هو عاوزين نكسب، بتدي يعني فاهم، تلاقي حتى لو حد غلط يعني ما تلاقيش بقى حد يقول لك انت عملت ايه ولا انت غلطت في ايه، لا بيقول لك يلا وروح وكمل وبتاع. صح. دي بقى دي يعني دي بيخليك، لا ده انا عملت حاجه غلط، لا ده انا لازم اعوضها عشان. صحيح. بس انت برضه يا كريم انت مريت باصابه جامده كانت فريست ايدك، وطبعا يعني لسه برضو كابتن طارق مهمين عارف ان انت عندك في مشكله في الركبه برضو، نتشه صغيره في الغضروف، يعني اكيد اللي يتحمل ده ويتحمل الالام، وحتى شفناك في بطوله افريقيا نفسها اللي كانت في صاله النادي الاهلي كان ليك يعني بتنزل تغير المباراه الحقيقه، يعني اكيد ليك هدف، ما تقوليش ان الكلام ده كله بتعمله بس لمجرد الماتش، لا انت عايز طريق، عايز توصل ليه، عايز توصل ليه يا كريم؟ والله انا اول حاجه بالنسبه لي انا يعني بيبقى هدفي ان احنا عاوزين نخش كل بطوله نكسبها، يعني احنا كلنا يعني مش انا بس، احنا نفسنا الجيل يعني نفسنا الجيل ده يعني نعمل تاريخ في النادي الاهلي، يعني انا كان بقالنا فتره وما بنكسبش وكده، فاحنا دلوقتي يعني الفرقه دي الحمد لله لها ادوه،
ده اللي احنا نعمل ان شاء الله حاجه، نعمل تاريخ جديد. صحيح. والحمد لله احنا ابتدينا ماشيين كويس، رجعنا الدوري من فتره كبيره، خدنا بطوله افريقيا لاول مره. فاحنا ان شاء الله يعني عاوزين على كل البطولات اللي احنا داخلينها بعد كده ان شاء الله اللي احنا يعني نقفش كل البطولات باذن الله. يعني الهدف هو البطولات، الهدف ان احنا نتحمل اي اصابات، نتحمل اي صعاب. يعني بتهيألي الموضوع ده يعني خليني، انت من نادي الاهلي وبعد كده سبته ورجعت له تاني ورجعت له بمستواك، يعني رجعت لما تألقت مع الفرقه اللي انت رحتها ورجعت تاني مستواك بتلعب واحد واثنين. خليني اقول ان الكلام ده كله يعني اكلمك بصراحه، الناس بتقول فرقه الباسكت تستحق انها تاخد كل البطولات، فرقه الباسكت فيها من الامكانيات والنادي الاهلي دايما عايز البطولات، ما ينفعش ان احنا نخسر بطوله. فعايزين نرد على الناس، انت كلاعب شايف المنافسه ازاي لما تلاقي 8 9 انديه بينافسوا على الدوري وكل ماتش ما انتش عارف مين هيكسب؟ هي دي بقى الصعوبه في يعني في الباسكت عندنا، ان هو مفيش، ما تلاقيش مثلا فرقه بتاخد دوري وكاس سنتين ورا بعض، ما تلاقيش فرقه يا خلاص يعني سنتين ثلاثه واخدين دوري وكاس. لا يعني مثلا سبورتنج كان واخد الكاس مثلا يعني كذا مره ورا بعض، بس في نفس الوقت هو ما بياخدش الدوري. الفرقه اللي مثلا الجزيره خد يعني خد الدوري بالظبط، يعني ما فيش يعني المنافسه صعبه جدا يعني، وخصوصا كمان اللي انت ممكن يبقى في مثلا فرقه ما بتنافس يعني ما بتكونش هتلعب على الدوري، بس في نفس الوقت ممكن تكسب اي فرقه كبيره بتنافس على الدوري، فدي بتضيع على الدوري. فهو الموضوع بيبقى يعني هي الصعوبه فين، انت ما فيش ماتش بتنزله ماتش سهل. صحيح. انت اي ماتش عادي جدا اللي هو انت لو مش في يومك الماتش مش مركز فيه مش مديله اهميته عادي جدا ان انت تخسر. صحيح. وان شاء الله اكيد ده يعني هتناوله بشكل اوسع، وهنجيب بالتحليلات وبالارقام، وهنجيب الفرق اللي بتلعب في الدوري واحصائياتها عشان الناس تبقى عارفه قد ايه المستوى متقارب. اروح لكابتن اسلام المدرب العام طبعا. سولم، انت لما توليت المسؤوليه مع كابتن طارق خير تمام، كنت متخيل ان انت ممكن البطولات دي اللي غابت كتير على النادي الاهلي ترجع على ايديكم، ولا قلت يعني ادينا هناخد فرصتنا احنا وحظنا؟ بص والله انا مش هضحك عليك، هو احنا لما كنا بنلعب كنا بنخسر يعني فاينالات وبطولات كتير قريبه جدا. فلما اشتغلنا انا وكابتن طارق كان كل كلامنا او كل تركيزنا ان احنا الخطوه اللي فاضله دي لازم نحققها او لازم نعديها بقى. يعني ايه اللي بيخلينا نخسر؟ احنا بنبقى عاملين كل حاجه، متمرنين وجاهزين وكل حاجه، وبنخسر في الاواخر دايما، يعني بقالنا سنين طويله كده. فاحنا كنا مركزين، طبعا احنا بنشتغل وبنتمرن وكل حاجه، بس احنا مركزين قوي على الجزئيه اللي هي ناقصه المكسب. صحيح. وهي بقى الاخير يعني الخطوه الاخيره. يعني مش عايز اخش في التفاصيل قوي في الحته دي، انما تعهدتوا مع بعض ان لازم اي بطوله تجينا نسعى فيها. ده من اسباب نجاحنا طبعا. العلاقه الكبيره اللي بيننا وبين اللعيبه كجهاز فني علاقه. انت لسه مبطل بقالك كام سنه يا كابتن؟ السنه اللي فاتت. هتضحك عليا يا كابتن، بقالك 3 سنين. لا ما انا عارف تاريخك بقى. يعني انا قصدي اقول ان بغض النظر عن ان انا لسه مبطل او لسه بلعب، لا قصدي اقول لك ان انت قريب من اللعيبه. انا قصدي دي. انا قصدي اللعيبه حتى كابتن طارق نفسه مش انا بس. وطبعا كابتن شريف علي في الحته دي برضه يعني قريب جدا، احنا قريبين جدا من اللعيبه. ما تحسش يعني انت لو دخلت التمرين ما تحسش ان في واحد في جبهه والناس كلها في جبهه. لا صحيح. كلنا في جبهه واحده، جهاز باللعيبه بكله حاجه واحده. وعايز اقول لك ان دي من ضمن الحاجات او يمكن هي اهم حاجه اللي كانت بتخلينا ما بنكسبش. لما بدانا نزرع جواهم الحته دي في الفرقه خلاص كل حاجه دابت. اي حد عنده مشكله ما بيبقاش محرج ان هو يتكلم معاك، لا خلاص بقى في مساحه بس انت عارف يا كابتن اسلام، لما انتوا كسبتوا افريقيا 2016 ديسمبر سقف طموحات الجماهير عليت معاكوا قوي، ده راحوا معاكوا لحتت سافروا. فالجمهور مش متقبل ابدا في الباسكت، يعني الطايره بتلاقي فرقتين بينافسوا، اليد فرقتين ثلاثه بينافسوا في الدوري. انا عايز اقول لك كده، الناس مش متقبله ان الفرقه اللي خدت افريقيا دي لازم تاخد 7 8 بطولات ورا بعض. هو شئنا ام ابينا ان كره السله هي لا حلوه، شئنا ام ابينا دي ولا لا؟ حلوه، عجبتني يعني، بس هعديها يا كابتن. لعبه كره السله هي اللعبه الشعبيه رقم 2 في مصر بغض النظر عن النتائج. ويمكن في نوادي معينه او في مناطق معينه هي اللعبه الشعبيه رقم 1. زي اسكندريه طبعا، زي اسكندريه، زي الجزيره، زي سبورتنج. صحيح. لعبه عشان وانس ان انت خدت بطوله خلاص بقى، وخصوصا ان الجمهور يعني في دلوقتي فتره بطوله افريقيا فولي في النادي سيدات والرجال خلاص هتبدا برافو. التواجد الجماهيري مش زي التواجد الجماهيري في بطوله افريقيا في الباسكت خالص فرق السماء. لا بس خليني اقول لك، دي ظروف ودي ظروف. ايا كانت الظروف الشعبيه بتاعت اللعبه تحكم.
وصعوبة المنافسة زي ما أنت بتقول. خلاص إحنا ربنا كرمنا وكسبنا بطولة زي ما أنت بتقول كده، طمعانين في أي حاجة تقابلنا. وانس إن إحنا خسرنا ماتش، مش عايز أقول لك بطولة، ماتش، بتلاقي بقى يعني نقد جامد جدا والناس غضبانة جدا. معاهم حق طبعا بكل حاجة، بس محدش عارف حجم المعاناة إيه وحجم ولا ظروف المنافسة إيه. منافسة إيه. يعني زي أنت قلت كلمة في وسط كلامك دلوقتي، إن في خمس فرق بياخدوا بطولة، في جنبهم ثلاث اربع فرق كمان مش هياخدوا بطوله، بس بيحددوا مين البطل. بيقصر ممكن يخسرني ماتش، ما هو ما ياخدش الدوري، بس يخسرني انا ماتش يخليني ما اخدش. بقول لك حاجه يا اسلام، دوري الباسكت اعنف من دوري الكوره كتير كتير، مجال المنافسه هو الفرق. انا يعني صعوبه الموضوع في المنافسه. صحيح. كم فرقه في الباسكت ممكن تاخد البطوله؟ عندك اقل حاجه خمس فرق. انما انت في الباسكت او في الهاند بول او الفولي او حتى الكوره، فرقه فرقتين ثلاثه اللي بتنافس. طب يعني برضو خلينا نقول السنة دي مثلا عندنا الفرقة اللي بتنافس على الدوري كانت الأهلي، الزمالك، الجزيرة، الاتحاد، سبورت. ادي خمس فرق. الفرق بقى اللي بتأثر عليهم ايه؟ بتأثر عليهم على حق. حط جنبهم بقى سموحة، سموح، تأمين، اتصالات، الجيش. اربع فرق يبقى مجمل تسعة فرق. الاربع فرق دول اي واحده فيهم تكسب الخمسه الاولانيين انت قلتهم عادي جدا، ممكن ما تكسبش اربع خمس ماتشات ورا بعض، بس ممكن تضرب ماتشين في الكبار تغير نتيجه الدوري. بالظبط. والحاجه الثانيه برضو اسالك فيها، انت دوري السوبر بيتحسم في اسبوعين في السنه. ممكن على حظك انت طول السنه كويس، تيجي في الاسبوعين دول ما تعرفش ايه اللي حصل. دي بقى ترجع برضو لشكل المسابقه وتغيير نظام المسابقه والفترات القصيره اللي بين يعني مره واحده تلاقي في توقف مثلا شهر، ان احنا في ارتباطات مثلا ففي توقف شهر، وبعدين يقول لك لا خلاص كده نلعب دلوقتي. او مثلا مفيش حاجه دلوقتي خالص لاعبين على طول، فجاه يقول لك اقف شهرين، فالاحمال بتتغير تماما، فالمستوى بناء عليه بيتغير. واحنا والناس مش فاهمه ده، واحنا فرقتنا برضو معدلات الاعمار نوعا ما كبيره شويه، فلازم يجهز بدني كويس جدا. فهتجهز بدني ازاي كويس جدا وانت الخريطه طالعه نازله؟ فظروف مختلفه وظروف صعبه كتير، انما بس ده ما يمنعش ان انتوا رجعتوا بطولات بقى لها كتير. عشان كده بقى، عشان كل الظروف دي انا لازم اشكر اللعيبه، بجد، ان هي يعني بتقف ضد كل الظروف، ضد كل الاصابات، ضد كل عامل السن، كل حاجه. وتلاقي الفرقه في الملعب عيال صغار عندهم 18 سنه، فانا لازم برضو اشكر الفرقه لان ادوا برجوله لحد الاخر. زي ما كابتن طارق قال، في لعيبه بتبقى مصابه وما بتقولش. ما محمد ابو النصر اهو كان سفين انكل ورجله ورمه وما قالش، وكريم الدهشان ده احنا في الاستوديو بس، ما بالك بقى اللاعبين اللي مش معانا؟ اكيد كل واحد عنده مشكله. فعشان كده بقى بحييهم تاني وتالت وعاشر وهم الابطال. يا كابتن، ده كابتن طارق جاي النهارده بيزك. انت جالك اصابه على البنش. جاله اصابه كده بس على البنش. فان شاء الله نكمل على كده ان شاء الله. ابو النصر يعني انت ما شاء الله عليك لاعب راجل، خلي بالك ممكن تلاقي لعيب فنياته عاليه يقول لك ده لعيب موهوب، بس نادر لما تلاقي لعيب يتقال عليه لعيب راجل. وانت الحقيقه من اللعيبه دي. الله يخليك. يعني قول لي ابو النصر، انت دخلت المباراه ازاي؟ انت ليله مباراه سبورتنج، احكي لي عن ليله المباراه. لان خلي بالك ليله المباراه دي بتبقى طويله جدا. انا ليله المباراه كنت عند دكتور مبدئيا، بقيت عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت بتعالج 24 ساعه عند الدكتور، ما بتحركش. كان برضه عشان انكر رجلك. انكر رجلي، انا اتصبت في السيمي فاينال ماتش سموحه. بس دي الاصابه بتاعت اللي هي بتاعت السنه اللي فاتت اللي قعدنا فيها في السوبر فتره. بس كانت في الفاينل. نفس الرجل. نفس الاصابه، سبلين انكل برضه، بس الحمد لله ده كان اخف شويه. بس المشكله ان ما كانش في وقت بين السيمي فاينل والفاينل، كان يا دوب 48 ساعه. فالمطلوب ان انا يعني كان لسه حتى الورم ما نزلش او كده. فيعني ادينا كنا بنعمل جلسات وباخد حقن وكده ومسكنات، وما كانش ينفع الصراحه ماتش زي ده ما العبش. يعني لعبت الرجوله ده الحمد لله والله. يعني ربنا قال لك، طبعا يمكن هقول لك على حاجه، يمكن ساعات ويمكن كابتن اسلام وكابتن طارق يعيدوني في الكلام ده، ساعات الاصابه لما تجي لك ليله الماتش بتشيل منك التوتر، يعني تبقى مركز في رجلك، بتخلي رجليك دماغك انت مركز مع رجلك ما بتركز. دي لقطات ارشفيه من الماتش، دي كره مودي الجرحي سي بوينت في الاخر. بصوا البنش يا جماعه، معلش بعد اذنكم رجعوا لي اللقطه دي وثبتوا لي الصوره على البنش شويه، شوفوا البنش عمل ايه، عشان بس لما نقول المكسب بيجي من على البنش دي حقيقه. فانت ركزت مع رجلك، فيمكن ده شال منك التوتر شويه. يعني كلامي ده صح ولا غلطان؟ لا صح، بس هو المشكله في حاجه واحده، ان انت لحد الماتش انت برضو يعني متردد، هتقدر تأدي مش هتقدر، كل ده برضو ما انت عايز تأدي عشان تفيد الفرقه. فيعني انا لسه ما خدتش قرار لحد التسخين، حتى كوتش يعني هو شاف التسخين قال لي انا شايفك كويس، قلت له اكيد يعني ما مش هقول لك بحاجة. مش هقول لك مش هلعب، انا هلعب. نزلت التسخين ماتش خلاص، انت بتنسى بقى اصابه ثانيه انت جوه الماتش. طب ابو النص، انت لعبت الماتشين اللي كانوا مع سبورتنج قبل كده وخسرنا في الفاينل ولا ما لعبتهمش؟
لا لعبت بس بتاع السنه اللي فاتت انا اتصبت في الفاينل يعني ما كملتش دقيقتين في الملعب برضو واتصبت سبريانكل وثلاث ما لحقتش. تمام. طب استاذنك ابو النصر احنا معانا يعني لاعب من اللاعبين المهمين في الفرقه واللي كان ليه دور كبير في كاس مصر والحقيقه برضو يعني زي ما بيقولوا لعيب سم. ازيك يا مودي؟ مودي جرحي صانع العاب الفريق، اهلا بيك على شاشه قناه النادي الاهلي وبنقول لك الف مليون مبروك. لسه كنت هديله دلوقتي واحده. مبروك لك يا سعيد، ربنا يخليك، مبروك على جمهور الاهلي الحمد لله. مودي يمكن البطوله دي كان ليها يعني وضع خاص، انت شفناك حماسي جدا في الملعب حتى بعد الماتش، الصور كان عندك يعني غل وطاقه يعني زي ما بيقولوا خرجت، كان ضغط رهيب، ليه كنت مضغوط كده يا مودي؟ والله يا كابتن هيثم انا يعني بصراحه انا بحس ان احنا فريقنا على طول محطوط تحت ضغط، يعني نكسب يعني لعبنا فريق كوره في الدوري المصابق الحمد لله ربنا وفقنا وكسبناها، احنا لعبنا فاينل كاس مصر، الناس برضه في ناس كتير بتقعد تنتقدنا ما اعرفش السبب ايه، مع ان يعني لعب كره السله مفيش فرقه بتتساعد كل البطولات يعني كل يعني على طول في كل السنين هي تيجي سنه كل كام سنه مثلا فرقه تاخد ثلاث بطولات، فانا كنت لازم الماتش ده بصراحه والفرقه بتاعتنا كلها احنا كنا عايزين كل هدفنا وكنا نكسب عشان برضه الناس تبقى فاهمه ان احنا الحمد لله بنعمل اللي علينا وكل اللي بنعمله ده عشان خاطر الجمهور، حاجه ثانيه خالص ولا حاجه لينا ولا حتى جهاز كده صحيح فني برضه عشان الجمهور مش حاجه غير كده، فكان عندنا صحه وطاقه كلنا جوانا ان احنا الكاس ده مش نادي بتاعنا. ولعلمك يا مودي هو ده اللي عمل الفرق الاصرار ده، او يمكن ما هي دي الضريبه، انت بتلعب في النادي الاهلي مش بتلعب في نادي صغير، دي الضريبه فلازم يعني انا فاهم حضرتك كلام حضرتك، بس حتى كنت لعيب باسكت كتير طبعا الكلام ده الجمهور لازم يفهمه كفايه صحيح، موضوع النادي بيكسب البطولات كلها في الباسكت بالذات بقى، يعني لو جينا كل السنين انت لغايه دلوقتي انت لعيب بطولتين كسبان البطولتين والثالثه احنا على قد ما نقدر هنحاول فيها، بس طبعا انت كسبان اثنين من اثنين لازم تفهم ان لعيبه الاهلي والله العظيم بتموت نفسها ورجاله جدا 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 وبتحاول تاكل نفسها خاطر الجماهير، مفيش حاجه حد فينا بيعمل حاجه عشان خاطر نفسه وعشان خاطر حاجه في دماغه خالص. اكيد يا مودي واحنا عارفين ده ومتاكدين من ده وعارفين المنافسه في الدوري مش زي دوري الباسكت مش زي اي لعبه تانية لان المنافسه بتبقى شديده، وده دورنا احنا هنا حتى كملوك الصالات ان احنا نوصل الصوره للجمهور صح، واكيد الموضوع ده هيتفاهم، بس خلينا اقول يا مودي ان في اخر سنتين ثلاثه الحقيقه في طفره في بطولات ما فيش سنه بتطلع ما فيهاش بطوله على الاقل، انا بقول بطوله واحده على الاقل، لا ده احنا ممكن بطوله واكتر زي السنه دي النهارده بنحتفل بالكاس وبنحتفل ايضا ببطوله المرتبط، خلينا اقول ان لسه في بطولات محتاجينها، عايزين افريقيا تاني يا مودي، عايزين بطوله عربيه طبعا يعني لازم احنا داخلين اي بطوله اي بطوله بنخشها سواء صغيره او كبيره طبعا بنبقى نفسنا ناخدها طبعا احنا اكيد، ولسه ان شاء الله يعني حتى بطوله الدوري اللي جايه انا عارف ان احنا ممكن يكون حظوظنا فيها بعيد السنه، بس احنا هنعمل اللي علينا ممكن يكون ربنا كاتب لنا في الاخر اكيد هنعمل اللي علينا في كل اللي جاي ده، احنا في البطوله هنخش يعني هنخشها هنكون دماغنا لا يعني كل البطولات داخلين دماغنا نحاول. طب مودي قول لي ايه البطوله اللي نفسك تاخدها؟ يعني انت كلاعب في كل لاعب يعني مثلا كابتن طارق خيري وهو لعيب حتى كان نفسه ياخد بطوله افريقيا الابطال مع النادي الاهلي، وهو لعيب كان حلمه وسبحان الله ربنا كتبها له وهو مدرب مدير فني. انت نفسك في بطوله ايه؟ البطوله اللي نفسك يعني تيجي النادي الاهلي؟ بصراحه انا نفسي بطوله عربيه طبعا، بطوله عربيه الوحيده اللي عمرها كلنا بس صعبه يا مودي صعبه لان بيجيبوا ثلاث امريكان يا مودي الفرقه الثانيه. بس والله كابتن هيثم لما كنت ظابط جوه النادي الاهلي مش حاجه صعبه. يعني انا متاكد مليون في الميه لو اتنظمت، بس خد بالك انت عندك فرق لبنان بتبقى اوريدي مجنسه لعيبه، عندك الهومات من مجنس والله كابتن هيثم رحناها لعبناها ثلاث سنين لعبناها في المغرب وصلنا سيمي فاينل يعني وصلنا سيمي فاينل هي صعبه طبعا بس يعني صعبه بس احنا يعني هنحاول كده الكره الوحيده اللي عمرها ما دخلت النادي الاهلي. بس انا شايف كده الجو العام في عينيكم وعينين الجهاز والمدربين واللعيبه انتوا عايزين البطوله دي، وان شاء الله النادي الاهلي اكيد مش هيتاخر هيقف وراكم لغايه ما البطوله دي تيجي. يعني نفسنا والله كابتن هيثم يا ريت يعني دي البطوله الوحيده فعلا اللي نقدر نضرب النادي الاهلي نبقى كده خدنا كل البطولات يعني. اكيد ان شاء الله اكيد باذن الله، واحنا يعني قلبا وقالبا وراك يا مودي وعارفين قد ايه انت بتحب النادي الاهلي ومخلص للنادي الاهلي، يعني سواء انت او كابتن احمد الجرحي طبعا مدير فني فريق مرتبط قد ايه انتوا مرتبطين بالنادي الاهلي وقد ايه انتوا حتى يعني بتفكروا في كل ما هو جديد للنادي الاهلي، بشكرك كتير شكر كتير جدا. شكرا جزيلا مودي جرحي صانع العاب النادي الاهلي. طبعا اكيد واضح الاحساس واضح اللعيبه كلها عندها هدف لبطولات معينه هم حاطين في اعتبارهم ان لازم يجيبوا بطولات ما دخلتش النادي الاهلي، هو ده الحلم دايما بيبتدي ممكن يبتدي من قاعده زي دي بنتكلم فيها ويبتدي الحلم يتولد وبعد كده يبتدي الجهاز الفني واللاعبين يشتغلوا عليه. ارجع لك تاني يا ابو النصر، يعني يمكن البطوله دي بالذات شفنا حتى الفرحه بعد البطوله، شفنا يعني كل لاعب بيطلع اللي جواه بطريقته
يعني كان لا البطوله دي كانت مهمه جدا، البطوله دي كانت تمثل لكم كتير. دي حقيقه كابتن هيثم، زي ما كريم قال احنا بقى لنا فعلا حوالي 3 سنين بنلعب فاينل وبنخسر يعني، ومن نفس الفرقه، فدي لوحه في حد ذاتها كانت عامله يعني عقده بالنسبه لنا، اللي هو يعني كفايه كده لازم بعيد عن بطوله الكاس، انت كمان مش هتكسبني كفريق سبورتنج، مش هتكسبني 4 سنين ورا بعض في فاينل. صحيح، فدي كانت يعني عامله لنا عقده فعلا. الحمد لله ان احنا يعني عدينا. قول يا ابو النصر، اخبار المنتخب ايه؟ والله هو احنا المفروض في تجمع المنتخب اظن يوم 1/5 يعني، يا دوب بعد الدوري بحوالي اسبوعين. اللي اعرفه يعني ان هو المفروض اعداد عشان تصفيات كاس العالم ان شاء الله تبقى هنا في مصر. فيعني انا شايف ان الكابتن عمرو طبعا بيحاول يستعين بالناس اللي بره وهيعمل اعداد كويس وان شاء الله ربنا يكرمنا يعني. طب انت يعني اكيد في المنتخب انت نفسك في حلم برضو، نفسك تشارك كاس العالم؟ اكيد طبعا، اكيد نفسي ان انا العب طبعا التصفيات دي جدا، واكون اضافه للفرقه وان انا اعرف افيد المنتخب بحاجه. بس الاهم يعني ان انا طبعا اروح كاس عالم، ده حلم اي لاعب موجود في مصر ان هو يوصل كاس عالم. انت اضافه لاي فريق او اي منتخب حقيقه في مصر؟ دي حقيقه يعني لعيب راجل، واي مدرب يتمناك تلعب معاه. بس خلينا نقول انت اول ما جيت تنضم للنادي الاهلي، قول لي يعني هنرجع بالفلاش باك شويه لورا، مين اللي فتح معاك المفاوضات؟ مين كلمك؟ انت اللي كلمته؟ لا انت كنت بجد ولا بتهزر؟ اه بتكلم بجد. لا كان طرف فعلا. لا قول لي مين اللي قال لك، مين اللي شاف فيك ان انت تيجي النادي الاهلي؟ يعني احكي لي القصه دي عشان ناس كتير ما تعرفهاش. والله لا يعني اللي انا اعرفه يعني واللي اتحكى لي، انا كان في بطوله منطقه في النادي الاهلي في الصاله الصغيره، فكابتن سيد يعني كان بيتفرج دايما طبعا بطوله في وسط النادي. كابتن سيد مصطفى المدير الفني السابق. فيعني كان عينه عليا من بدايه البطوله ديت. كان معايا فعلا كابتن اسلام علي، كان معايا في الفرقه في نادي الطيران. كان بيلعب لسه؟ كان لسه بيلعب وهو دايما طبعا متواجد في نادي الاهلي ما بيطلعش منه. فكان يعني يعتبر طبعا يعني طرف من الناس اللي كانت بتتكلم في الموضوع. فكابتن سيد حط عينه عليا شويه في الـ في الـ في الدوري السوبر، اتفرج عليا شويه في دوري الشركات طبعاً. وكان تابع معايا، كنت دايما بشوفه في الماتشات يجي يتفرج، حتى لو ماتش ما فيهوش ولا حد من الجماهير الاقيه هو قاعد. بس طبعا اسلام بيرشح اسمك على طول من تحت لتحت، ما هو عارف انه هيجي يمشي وعايز بطولات. اتفضل يا منور. بس فهو يعني كلمني، وطبعا انا ما ينفعش ان انا يعني اي حد بره النادي الاهلي يتمنى ان هو يدخل المنظومه ديت يعني. فكان حلم ليا ان هو لما كلمني اكيد طبعا ما تاخرتش يعني، وان انا ابقى موجود في النادي. ويعني طبعا صراحه مدير جرحي برضه كان في الموضوع. انت لعيبه اسامي اكتر منك ابو النصر كتير جدا جت النادي الاهلي ومشيت ما خدتش بطوله. حتى انا شخصيا لما جيت النادي الاهلي قلت لازم اجي، يعني انا في لعيبه اسامي اكتر مني ولاعيبه بكن لهم كل الاحترام، لما جم النادي الاهلي لعبوا سنتين ثلاثه ومش ما خدوش بطوله. لما جيت النادي الاهلي كان شاغل كله ان انا اخد بطوله مع النادي الاهلي عشان اكسر القاعده دي. انت لما جيت كنت عايز ده ولا قلت انا هاجي والنادي الاهلي وبتاع واللي ربنا كاتبه؟ والله مش هكدب عليك كابتن هيثم، هو في الاول بيبقى فيه شويه رهبه كده، النادي الاهلي طبعا بهيبته وجمهوره. يمكن اول سنه انا كنت يعني بحاول ادخل جوه الفرقه، احاول اتعود على الاجواء. يمكن من تاني سنه اكتر لما جه كابتن طارق يعني عدل شويه من شكل الفرقه، فبقينا كلنا قريبين من بعض كفرقه، كعمار، كلعيبه، كنا قريبين من بعض. كنت تحس ان انت في بيتك فعلا. فبدانا اول سنه بدانا نغرس فينا ان احنا لا احنا نقدر نكسب وان احنا نقدر نجيب بطوله. وكوتش بدا يغرس فينا الموضوع ده جدا، فبدات ان انت احساس لا انت فرقه كبيره وبتكسب والدنيا ماشيه. الحمد لله ربنا كرمك اول سنه بالسوبر. لا دي صعبه بقى، لسه اقول لك يعني انت اول ما تيجي وكابتن طارق خير يمسك، ما دي كانت المشكله. يعني اي مدرب يقول لك انا هاخد سنه واثنين عشان اجيب بطوله، لا ده ما شاء الله تاتش وود يعني، مش عايزين ننق. كابتن طارق خيري وانتم كمجموعه لاعبين جداد جم تك خدنا السوبر على طول. دي حقيقه اول سنه دي بصراحه يعني انا بالنسبه لي انا شخصيا دي اهم سنه من الثلاث سنين اللي فاتوا يعني. اول سنه دي 2005 2016 بالظبط يعني، هي كان ليها اجواءها الخاصه كده بالفرقه. ذاكر الواحد يعني مفيش حاجه تعدي. فانت 2016 ده بالنسبه لك كان زي ما بيقولوا مفترق طرق. بالظبط، كان نقطه تحول ليا كلاعب وفي الفرقه طبعا يعني. بطوله افريقيا في ديسمبر، بطوله افريقيا بقى دي كان حلم تاني. البطوله دي كبيره جدا يعني انتوا دي بنسبه كبيره اللي دخلتكم المنتخب البطوله دي. دي حقيقه فعلا، يعني بنسبه كبيره البطوله دي اللي قالت لا احنا موجودين وبقوه ونقدر نخش منتخب مصر. الحمد لله ودتنا ثقه على الفرق الثانيه برضو. صحيح. ان انت بتنزل ماتشات انت بطل افريقيا في الاول وفي الاخر. طبعا انا عارف يعني عامل حساب ان طبيعي الجمهور ما بيبقاش عارف ظروف الفرقه ايه من ناحيه الاصابات ومن ناحيه الاجواء ومين رايح فين والفرقه عامله ازاي وبنتمرن ازاي. ممكن نوصل ليوم نتمرن في تمرين 4-5 لعيبه من كتر الاصابات. محدش عارف هو ليه في الاول ان هو بيتفرج عليك في الماتش وعايزك تكسب وخلاص. عايزه يكسب ما يخسرش، ودي الضريبه ولازم اللعيبه تتقبل ده، ولازم اللعيبه ما تزعلش من النقد. وحتى لو النقد ليا ده انت هنا بتمثل النادي الاهلي، فلازم تكون
متقبل اي شيء، بس في نفس الوقت بطرق الشرعيه توصل ان يا جماعه عندنا مشاكل، عندنا حاجه، عندنا بتاع، لازم الجمهور يبقى عايش اجواء الفرقه. لا هم الصراحه يعني على قد ما يعني بيبقوا زعلانين بس ساعات بيقدروا، يعني في المكسب بتلاقيهم في ظهرك وتلاقيهم بيتكلموا عليك كويس ومتابعينك وعارفينك، فدي حاجه طبعا. طب حتى من بعد ده بطوله افريقيا يعني بداوا يعرفونك كاسامي يعني. طب احنا معانا مداخله مهمه على اذنك في مصر، مداخله طبعا كان يعني موضوع بطوله افريقيا ده كان قصه كبيره جدا لعاد الثقه تاني لكره السله كلها، والحقيقه كان وراه وكان يعني ليه دور كبير جدا في التنظيم ودور كبير جدا في حصول النادي الاهلي عليها. معانا طبعا دكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك كابتن هاشم، واهلا بكل الكباتن الكبار اللي عندك، كابتن طارق وكابتن اسلام وكريم دشان وابو النصر، اهلا بيكم كلكم والف الف مبروك. وبعتذر اني ما قدرتش احضر، بس البركه في بيت زملائي في المجلس، ويعني انتوا بترفعوا راسنا وتشرفونا كل مره، وبتمنى لكم التوفيق دايما كل وقت. دكتور يعني يمكن حضرتك قريب جدا، يعني بقالك يمكن دي السنه الخامسه اللي حضرتك قريب جدا من العاب الصالات، وحاسس بمعاناتهم وحاسس بمشاكلهم وعرفت هم محتاجين دعم ازاي ومحتاجين ايه عشان يحصدوا البطولات. يعني كلمني عن الرحله بتاعت حضرتك كاداره، كمجلس اداره وكمسؤول كبير في النادي الاهلي، بحيث ان انت عايز ترجع البطولات لالعاب الصالات. عملت ايه يا دكتور؟ يعني احكي لي رحلتك منذ البدايه. طبعا يعني انا في الاول طبعا عشان لازم نبارك لهم، والحاجه الاهم ان احنا لازم نبين للناس صعوبات كبيره جدا بيواجهها الفرق في النادي، والفريق ده بالذات فريق الدرجه الاولى، فريق الكبار في الباسكت بول، عنده صعوبات كبيره جدا مختلفه عن اي فريق تاني موجود في النادي. والحق يتقال ان الفريق ده مع الطاقم اللي موجود، كابتن طارق خيري بالجهاز الفني بتاعه، بيتعرضوا لضغوط شديده جدا، وفي كلام يعني كلام كتير بيحصل مش يدورنا دلوقتي ان احنا نقوله، ولكن الراجل ده تعرض لضغوط كبيره جدا، ولكن في كل مره ربنا بيكرمه وبيوفقه وبيثبت بالدليل ان هو مدرب على مستوى عالي جدا جدا فنيا، والفريق على مستوى عالي جدا من المسؤوليه والرجوله. طبعا بدايه زي ما انت حضرتك كنت لسه بتقول بطوله السوبر، كل ما الفريق ربنا يكرمه ببطوله تلاقي الناس تطلع تقول كلام غريب جدا. نجيب بطوله السوبر يقول لك احنا هي دي بطوله كل 10 سنين، يبقى قابلنا لما نجيب بطوله ثانيه. ربنا يكرمنا في بطوله افريقيا ونعمل حاله عامه ونشارك بشكل كبير جدا في ان الباسكت يرجع يعود ثاني للشاشات التلفزيون، واللعيبه دي الابطال كل واحد يبقى ماشي في شارع الناس عارفاهم ونجوم زيهم زي نجوم الكوره، يرجع يقول لك اصل اللعيبه الاجانب هي اللي قامت هي اللي جابت البطوله. طب واللعيبه الاجانب دي يعني الناس ما كانتش واخده بالها ان اللعيبه الاجانب دي اول كام ماتش كانوا مش قادرين، كانت رجليهم بتخبط لان مش مستوعبين حجم شهره النادي الاهلي وحجم الجماهير ازاي بتاثر، وبعد كده قدره المدرب على ان هو يدير الاثنين لعيبه دول بالاضافه للعيبه اللي موجوده على ارض الملعب انها تشيل الفرقه وتجيب. لا ما حدش بيبص لده. لما يجي اصابه المودي الجرحي في البطوله يبقى مولد لعيب جديد زي كريم الدهشان يكسر الدنيا في البطوله، وبطوله الكاس اللي فاتت دي يرجع الامجاد اللي عملها في بطوله افريقيا، لا محدش شايف ده. لما طارق الغنام يتحمل على نفسه وينزل يعمل الفارق، لا محدش شايف ده. يجي بعد كده يجيبه بطوله المرتبط يقول لك لا اصل فريق المرتبط هو اللي جاب النتيجه. طب ما خدتوش بالكم ان لما جبنا لما فريق المرتبط ده بنتائج فريق الدرجه الاولى خلتنا نلعب الفاينل مع سبورتنج وخسرنا ماتش المرتبط، فلعبنا ماتش فيصل. ايه الماتش الفيصل ده؟ ايه علاقه فريق المرتبط بالموضوع؟ لا الرجاله دي هي اللي جابت البطوله. صراحة يعني كل مره واخرها بطوله الكاس دي الفريق ده بيثبت ان هم على قدر عالي جدا من الرجوله. شوف زي ما انت بتقول البنش عامل ازاي، الفريق الصغيرين بيتعلموا من الكبار، الكبار بيتحملوا على اخر ثانيه، التكتيك اللي بيلعب بيه كابتن طارق. انا واحد من الناس كنت بعيد تماما عن كره السله، الناس دي هي اللي حببتني في كره السله وبقيت اتابع كره السله حتى العالميه واللي جوه. لما ندير المباراه الاخيره بالتكتيك العالي قوي ده، الناس كتير مش فاهمه
ما الا اللي لعب رياضه وفاهم يعني ايه تكتيك قصاد مدرب برضه عالمي زي كابتن مرعي. اعتقد طبعا هو مدير فني للفريق ان احنا نقدر تعمل تقفل التكتيك بتاعه ده زي دي حاجه مش سهله يعني مش اي مدرب يقدر يعمل ده. فلا الموضوع كبير جدا عندك اصابات كبيره جدا بالجمله. مهند الصباغ بيتصاب بيجي مؤمن ابو العنين بيرجع لفورمته سيف سمير سيف مثلا بيغلط وبيعمل فاولات كتير قبل نهايه الجوله بدقائق كتير فبدل فهتلاقيه طارق غنام ينزل يشيل مكانه لحد ما الجوله تعدي. لا ده كله ازاي في اداره ملعب واداره مدير فني وجهاز على اعلى مستوى لعيبه كلها متلاحمه. ما كنتش بصدق الكلام اللي بيتقال على الفريق لان انا كنت بعد بطوله الباسكت بطوله افريقيا بعدت شويه لانشغالي في ملفات ثانيه فسمعت كلام ما صدقتوش قلت مش ممكن الفريق ده اللي انا عشرته شهرين ثلاثه يبقى فيه المشاكل اللي الناس بتقولها دي عشان خاطر عايزين نعمل تغيير في الفرقه والكلام ده كله. الحمد لله الفرقه كملت والجهاز كمل وبيثبتوا كل مره ان هم قد المسؤوليه. اكيد مش عايز اطول على لا خالص يا دكتور ده بالعكس انا كمان بقول ان الكلام بيطلع من مين؟ بيطلع من بطل عالم يعني حضرتك بطل عالم في الكاراتيه وعارف كويس قوي المشاكل اللي بتعانيها الالعاب الاخرى فلما يطلع الكلام ده من حضرتك يبقى معنى كده ان انت حاسس بنبض هذا الفريق وعارف قد ايه المشاكل اللي بتواجههم. طبعا الفرقه الصعوبات اللي بيواجهوها اللعيب عشان كده كنا بنقول الجمهور والاعلام لازم يكون ليه الدور الايجابي لان اللعيبه والفريق والجهاز عليه ضغوط لوحدها يعني ما حدش يقدر يستحملها. صحيح عايزين الجمهور دايما والاعلام يكون سبورتد لان لعبه الباسكت يعني من الالعاب الصعبه جدا المنافسه فيها شرسه جدا. اتفرج على اللعيبه بعد المكسب ازاي بي 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 اللي بيعيط واللي بيصرخ من الفرحه كل دي ده كبت من جوه نتيجه الضغوط اللي عليهم اللي بتطلع بعد نهايه المباراه ده تعب شهور وسنين وتحامل على اصابات موضوع مش هين خالص. باذن الله احنا وراهم وبنتمنى لهم كل خير ويعني خلي بالك كمان فريق الباسكت ده من الفريق اللي دايما ما بتسمعلوش حد ماشي في حاله ما بيتكلمش ما لهمش طلبات كتير ناس بسيطه جدا يعني لما قابلناهم في حفل التكريم نقعد نتكلم معاهم مش عايزين اي حاجه غير ان هم يبقوا كويسين والفريق يبقى كويس ويجيبوا بطولات ما عندهمش اي تفكير في اي حاجه ثانيه عايزين يفرحوا جماهير النادي عايزين اسم النادي الاهلي في الباسكت يعلم. فصراحة احنا يعني ممتنين بيهم جدا وبنشكرهم جدا 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 وبنتمنى لهم التوفيق واحنا تحت امرهم في اي حاجه. طب دكتور احنا كنا بنحلم حلم كده قبل ما حضرتك طبعا تشرفنا بالمداخله دي كنا بنحلم حلم بالبطوله العربيه الحقيقه احنا جبنا افريقيا وجبنا سوبر وجبنا كاس الحمد لله في سنتين ثلاثه وبطوله القاهره يعني جبنا بطولات الحقيقه كانت غايبه عن النادي بقالها فتره. البطوله العربيه بطوله عزيزه وصعبه كمان يعني البطوله العربيه بتبقى اصعب من البطوله الافريقيه لان بيبقى فيها ثلاثه اجانب كل فرقه بتيجي بثلاثه اجانب يعني كنا بنحلم بده. شايف ده ممكن يتحقق يا دكتور؟ والله طبعا ليه لا يعني طبعا انا كنت في المكتب التنفيذي اللي فات طبعا عموما يعني بشكل عام يعني برضه عشان تبقى عارف عن في توجه يعني من المجلس ان احنا ما بنسافرش بره بطولات عربيه يعني كنوع من انواع ان البطوله الافريقيه هي اللي ممكن تكون مؤهله لبطوله العالم او ليها صدى كبير جدا عند الاعلام وعند الاتحاد الدولي ولكن اتعرض علينا ان احنا يبقى في تنظيم للبطوله العربيه النادي الاهلي ينظم البطوله العربيه في مصر وبالتالي او ان البطوله العربيه تتعمل عامه بشكل عام في مصر فده واضح ممكن يقرب السكه شويه ان احنا نشارك في البطوله العربيه او حتى ننظمها. اتعرض علينا فعلا حاجه بخصوص الموضوع ده في المكتب التنفيذي طلبنا ان احنا ايه هي الاشتراطات الخاصه بتنظيم البطوله عشان نبقى قادرين ناخد القرار المضبوط اذا كان بالوضع او بالرفض عشان ما يحصلش مشكله زي ما حصلت في بطوله افريقيا اللي فاتت انه ان احنا كنا هننظم لا مش هننظم لا مش عارف يعني الدربكه اللي حصلت دي مش عايزين نقع فيها. الحمد لله ربنا عداها على خير ونظمها وطلعت بالشكل اللي ليه. فاحنا مستنيين الاشتراطات اللي تجي لنا وبعد كده باذن الله ما لو في امكانيه هناخد القرار باذن الله وهنشتغل عليها وواثقين في رجالتنا ان هم باذن الله بالتمرين مع الجهاز الفني الرائع مع الجماهير مع الاعلام باذن الله نقدر
نكسر اي حاجه صعبه، وانت عارف النادي الاهلي ما عندوش مستحيل. صحيح صحيح يا دكتور، هناخد كلمه حضرتك الاخيره. النادي الاهلي ما يعرفش مستحيل، الحقيقه كلام موزون من حضرتك يا دكتور مهند، وده ينم عن كادر اداري محترم. ربنا يوفقك دكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، شكرا جزيلا لمداخله حضرتك، والحقيقه كلام يعني موزون، كلام عارف معروف طوله ايه وعرضه ايه، حتى الاحلام بتبقى مدروسه، الكلام مش شعارات وفقط، ولكن احنا عايزين نعرف طول بطولة عربية، الاسس، الاشتراك، كلام كله مدروس، كل التحيه والتقدير لحضرتك يا دكتور مهند. يمكن يعني ما عنديش كلام اقوله غير النادي الاهلي دايما بيدعم ولاده، يعني كابتن طارق بتهيألي عايز تعليق حضرتك على مداخله دكتور. طبعا ده طلع الكلام طلع من قلبه، كلام مؤلم. تخيل انت يعني عضو مجلس اداره، الكلام متاثر باللي بيحصل. انا دايما بقول حتى للعيبه اعزل نفسك عن المواقع بتاعه اللي بتتكلم دايما عن الفرقه او بتتكلم بتسيء للفرقه. احنا عندنا ازمه السنه اللي فاتت. انا سؤال للناس حتى يعني لو هم سامعيننا حتى، اتفضل. انتوا ما بتتفرجوش على ماتشات ولا على التمرين، جبتوا منين ان اللعيبه دي مقصره او اللعيب ده مش كويس او اللعيب ده يمشي او اللعيب ده يقعد؟ ما بتتفرجوش على تمرينه ولا في ماتش بيتذاع. انا دايما بحس ان الموضوع ده متوجه، يعني ممكن يبقى عن طريق عن عمد، حد عايز نبقى الدنيا عندنا كده، ممكن يبقى في حد مش عايز اقول، حد كتب كومنت فبيروح ناس عايزه مكسب وخلاص. الموضوع مؤلم جدا، يعني انت بتشتغل تحت كل الضغوط دي بهدوء تمام، ولا اكيد في حاجه. انا منعزل تماما عن المواقع، ما بحبش حتى لما يجي اسلام او هاني او يعني اي حد من الجهاز الاداري يجي يقول اي حاجه، ما حدش يقول لها، لان انا الموضوع ده بالنسبه لي برافو عليك، مش يعني مش اكتف، لان هو الناس ما بتتفرجش. احنا كسبنا فاينل مرتبط، مدير الجرح بيقول لي انت كاتبين لعيبه كذا اداء ولا اسوء، الماتش مش زيها. يعني انتوا جبتوا منين القصه؟ يعني ليه دايما؟ بس واضح يا كابتن ان انتوا برضو الضغوط عليكوا عاليه، مش عارفين، مش لاقيين سبب يعني. يعني الضغوط يعني عاليه كفرقه، بس يعني والله انا بقول ان انتوا ما بتاثروش خالص، يعني انا مش متاثر تماما. واللي في ايدك بتعمله لو في لا، وفي ناس بتدخلنا باسماء، فلان احسن من فلان، فلان ما اعرفش ليه تخلونا يبقى الموضوع احنا كلنا في مكان واحد. انا سؤال، هو مش الاتحاد السكندري خسر ماتشين من التامين في دوري اسبوع ورا بعض؟ صحيح. وخسر قبلها من سموحه؟ حد من الجماهير الاتحاد كتب الكلمه عن الاتحاد السكندري؟ قال عمرو كبير ولا لعيبته؟ ما فيش. الزمالك خسر من سموحه، مفيش اي مشكله، خسر من الجيش، ما سمعناش كومنت، ما سمعناش كلمه على نادي الزمالك. خلي بالك كابتن، جماهير النادي الاهلي المحترمه العريضه الواعيه الفاهمه، كل الكلام ده المفروض ان ده العادي، لما بتسمع العكس بتتضايق. بيبقى بص يا كابتن، انت قلت كلمه حلوه، جمهور النادي الاهلي ده جمهور ذواقه، جمهور بيفهم، واخد بالك؟ فاحنا ما نقدرش ناخد الخاص بالعام. الضغوط بالعكس، ده انت ساعات الضغوط دي بتيجي باثر جيد زي اللي شفناه. شفنا الشافعي قاعد يصرخ، انا بشوف قعده الماتش، الناس اللي قاعده في المدرجات قاعد بيصرخ في الملعب بعد المباراه. طب لعيب بيلعب بالضغط ده، الناس مش قادره تفسر الكلام ده. يعني لعيب بيلعب بالضغط ده، هم بيتشتموا يعني، ما ليه يعني مقصرين في ايه؟ احنا وبعدين الجزء الثاني، ان كل شويه لعيب فلان يمشي وفلان يجي، ده كمان بقى مديرين فنيين، ده جزء كمان خاص. اتنين، نوضحها للناس ان احنا غير الكوره او غير العاب ثانيه، احنا ما عندناش بيع وشراء، ما عندناش فلسفه البيع والشراء. انا عايز اروح اشتري لعيب من نادي الجيش، لازم يبقى حر، لازم يبقى حر. ما فيش نادي دلوقتي من الفرق اللي بتنافس لما يبقى لعيب باقي عنده عقد فيه سنه ولا سنتين بيمضيه، لا، وخصوصا لما يبقى لعيب مميز، ما انت مش هتجيب لعيب مش مميز. فدي المشكله. اتنين، عدد اللعيبه الفري في مصر السنه دي 5 أو 6، صحيح، يعني حتى عددهم مش كبير يعني. فلما انت تقول وممكن ما تبقاش محتاجهم، لا انا مش دي قصه. انا مثلا كريم مش موافق الفتره دي، عنده دروب، ولو هو بيدخل على المواقع هيجي له دروب زياده. انت عايز ترجعه، عايز ترجع له الثقه يلعب تاني. لما انت ترجع له الثقه ويجي واحد من الجمهور يشتمه، ده شغالين كمان ضدنا، يعني انت كمان يعني بتحارب ضد الطيارة. المفروض انت نهايه الموسم حاسب. انا دايما في اي مكان بشتغل فيه، من انا بشتغل في هدوء زي ما دكتور مهند، نادرا ما بطلب حاجه في بدايه الموسم، احنا عايزين كذا، نادرا ما بطلع نشاط رياضي، يعني حتى الناس بتستغرب، يعني طلباتي قليله جدا، انا احنا ملعب بس انت على فكره وانت لعيب كده كان طلباتك قليله. ميزه، انا عايز ايه غير في بدايه الموسم لعيبتك عقودها ساريه وماشي. انا بقى انا مش محتاج انا ليه اعمل ازمه لنفسي؟ انت شوف ونهايه الموسم نتحاسب. طب خلينا نطلع فاصل يا كابتن ونرجع نكمل، انا بس عايز اعلق على موضوع الانتقالات في كره السله اكتر من كده. هنطلع فاصل سريع وارجع لحضراتكم ونستكمل الحقيقه حديثنا الشيق مع فريق السله. فاصل صغير وارجع لحضراتكم تاني.
لسه مكملين مع حضراتكم واحتفالنا بابطال كاس مصر للرجال لكره السله. كريم، يعني يمكن الجيل بتاعكم جيل محظوظ الحقيقه، في ثلاث اعمار سنيه في الفريق، في كباتن الفريق ليهم دور كبير جدا، طارق الغنام والشافعي الحقيقه يعني يعتبر اكبر جيل، يجي الجيل اللي بعده اللي هو الجيل بتاعك وابو النصر، يجي الجيل الصغير السلعاوي واحمد جمال، والجيل الاصغر، يمكن في تركيبه حلوه في الفريق دي، شايف ده ازاي يا كريم؟ يعني فعلا هي دي زي ما انت قلت، احنا فعلا محظوظين في اللي احنا يعني الحمد لله احنا جامعين كل حاجه في دلوقتي في الفرقه، من سواء من الخبره، من اللي هم من المتوسط او اللي هم الناشئين، دي يعني بتفرق معانا جدا، سواء انت في الماتشات وقت حتى يعني وقت الخساره مثلا لما بيكون في حاجه بيبقى في عندك الناس الخبره بتقدر تلم، بيبقى عندك يعني اللي هم برضه اللي هو لما يكون حد صغير بتبقى برضه اللي هو النشاط والبتاع، فدي حاجه فعلا يعني احنا محظوظين فعلا بال عامله حاله دي. كويسه بيتهيألي، يعني عايز خبره بتلاقي، عاوز خبره عايز بتلاقي. شباب بتلاقي، عايز زي ما بيقولوا جري في الملعب بتلاقي، عايز شويطه بتلاقي، بس خليني اقول انت لعبت برضه على حته كويسه يا كريم، الشوطه، يعني مصر نادرا لما بتطلع حد شويط يتقال عليه شويط يعني سم زي ما بيقولوا، اللي بيبقى في الملعب بيقول لك لا ده ساب الارض باسكت، بالذات في الثلاثه بول. انت لعبت على معادله صعبه، يعني حاولت توفق ما بين الاثنين، الدخول والتصويبات، بيتهيألي ده هيدي لك حلول كتيره في الملعب، وعشان كده الجمهور يعني شايف فيك امكانيات عاليه وتقدر تحط النادي الاهلي في حته ثانيه خالص. طبعا ده الحمد لله توفيق طبعا من ربنا. قصه الشوطه دي يعني الحمد لله هي كمان بتفتح لعب كتير، حتى يعني انت لما الناس ما بتسيبكش فاضي فبتفتح الملعب في نفس الوقت، لما تيجي تلعب لما يكون بتشوط فبتعرف تخش، حتى لو انت مش هتلعب بتعرف برضه تلعب الناس، فيعني بتفتح لعب كتير قوي حتى لو مش نفسك للفرقه. فيعني هو ده اللي احنا بنبقى عاوزينه في الاخر، ان هو اللي احنا يعني اهم حاجه كله يوظف اسلحته للفرقه بالظبط. فانت شايف ان الشوط مهم، الشوط بيفضي الانسايد تحت، حتى بيفضيك انت، بيخليك تقدر تلعب بالظبط، سلاح مهم جدا. واحنا يعني بنطالبك ان انت حتى كل ما بتتمرن وكل ما بتشوط لوحدك اكيد الموضوع، وبتتمرن اكيد نسبتك هتزيد وهتلاقي حلول كتير لفرقتك، بس انت ما شاء الله عندك الاثنين. طب قول لي، يعني سيبك من كابتن طارق موجود، بتحب تلعب واحده ولا اثنين؟ لا والله حاليا يعني ما خلاص يعني ما بقتش بتفق يعني سواء هنا او كريم يعني في عينك. لا والله فعلا ما بقتش بتفق معايا يعني خلاص يعني ولا شفت الطريقه عادي. لا 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 والله يعني سواء بلعب هنا او هنا خلاص يعني بقيت متعود على المكانين، ما عنديش مشكله فيهم. قول اللي انت عايزه وحسابك في الملعب. يعني انت بالنسبه لك يعني الاثنين على فكره، انت لعيب تكتيكي للمدربين مريح جدا، يعني بردك ده انت كده ريحت كابتن طارق جدا، يعني يحطك في واحد يحطك في هو حظه وحش ان دايما يا مهند يا مودي مصابين، فهو بيلعب في البوزيشن ده، ولما بنبقى عايزين نخلي نسبنا بره اعلى او هتريح مثلا ابو النصر مجهد جمال مجهد بيخش يساعده. صحيح، وكمان مؤمن كريم عودته وتالقه بصراحه معانا في الماتش الاخراني، هو ده مؤمن ابو العين. طبعا عمل ماتش كويس قوي، وابتدى الحمد لله يعني كان في ثقه في اداءه، كان في ثقه يعني والحمد لله اللي هي ابتدى رجع في ماتش مهم. صح. هو دي طبعا هتديله اصلا ثقه اكتر، وكمان يعني الحمد لله يعني احنا ربنا وفقنا اللي احنا جبنا يعني 3 بونت، فاحنا يعني الملعب بقى مفتوح جدا، بقى هم خلاص بقوا ضاغطين علينا من بره، فبقينا حتى يعني في الوصول بقى سهل، يعني لو حد عاوز يخش بقى خلاص الملعب مفتوح، ما بيقدروش يساعده، يعني اللي بيبقى ماسك حد غاز ما بقاش قادر يساعد عشان احنا بنجيب من بره، فبقى حد لما يجي يخش خلاص ما يعني الموضوع بيبقى اسهل له بكتير، اسهل له بكتير. ومؤمن الحقيقه راجل ولعيب بطوله، يعني هو جاي من نادي الاتحاد السكندري، نادي كبير في الباسكت بول ونادي محترم جدا، فاكيد وجوده مع الفرقه ادها، لما تلاقي لعيب عنده روح المكسب بيسهل الدنيا معاكم جدا جدا. طبعا هو يعني هو مؤمن من الشخصيات اللي هي على طول يعني عاوز يكسب، عاوز يعني انا مثلا كنا قبل الماتش كنت قاعد انا كمان مؤمن، كان في توتر شويه، فقاعدين بقى قاعدين فين قاعدين فين؟ لا بترحب عليا كده قاعدين في كواليس بقى عشان نجيب، كنا قاعدين في الاوتيل ولا قاعدين في الاوتيل بعد كل اللي بعمله ده توتر اسمه ايه ده، فكنا قاعدين في الاوتيل، فالمهم انا يعني هو كان قاعد في الاوضه اللي جنبي، فالمهم يعني احنا طالعين يعني انا طالع من الاوضه فلقيته هو معايا، فقلت له فين يا مؤمن؟ فالتوتر بس عالي شويه. قبل الماتش ولا قبل الماتش؟ قبل الماتش. قال لك تعالى نتمشى شويه، تعالى نتمشى شويه. بعد الماتش فلقيته بعد ما روحنا بتاع مش ماشي بتاع، فلقيته بيكلمني بيقول لي بقول لك ايه، بعد كده بقى انا توتر على طول قبل الماتش. نطلع التوتر مع بعض. لقلبك اللحظات دي احساس ايجابي، احساس ايجابي، روح جميله جدا، وبتبقى هتعيش العمر كله تفتكر اللحظات دي، خد بالك. طبعا فالمكسب
حلو. طبعا ابو النصر المكسب حلو اكيد طبعا. يعني يعني بتحس بالمكسب وبيحس ان هو يعني الكاس يعني تعبنا والماتش ما جاش من السهل ده، الماتش كان ماشي ايكوال. ما دي حلاوه الموضوع يا كابتن هيثم، ان انت تبقى قبل الماتش في اجواء كده اللي هو ان انت خايف الماتش يروح منك او الناس مثلا ضغط عليك وتيجي تكسب في الاخر، دي ساعات بتبقى ليها ميزه خاصه في المكسب. الناس بتتكلم عليك وحش او متوقع لك انك تخسر، وفي الاخر انت تكسب وتكسب مكسب يعني رجولي كويس في الملعب، ده بيديك انت احساس بينك وبين نفسك لا يعني المكسب نفسه بيبقى مختلف. صحيح. وقول لي طب النصر انت يعني الجمال لعيب كبير واحسن جناح في مصر دلوقتي الحقيقه، وعامل شغل كويس وربنا يوفقه. يعني انا بحس لما يعني ما بكون في الملعب انت والجمال بيبقى في حلول. ما اعرفش انا طبعا بعد اذنك كابتن طارق، انا بقول كراجل مشاهد انا يعني رايي لا يقدم ولا يؤخر شيء، بس بحس ان انتوا عندكم حلول. يعني انت عندك هاي باور وانرجي عاليه، وفي الريباوند بتخش في الاوفنسيف ريباوند، حتى بيبقى عندك تشانس عاليه جدا بتخش تركب فوق الديفيتات وبتجيب الكوره، ودي نادره على فكره ما تلاقي حد ثلاثيه عنده الملكه دي يخش في الاوفنسيف ريباوند. قول لي مين اللي بترتاح معاه في الملعب، بتحس ان انتوا بتعملوا دويتو حلو من اي مراكز، مش لازم مركز بوينت جارد، اي مركز. والله هو يمكن الجمال مثلا، طبعا انا مرتاح مع الفرقه كلها يعني احنا كلنا اخوات طبعا كلنا، بس الجمال يعني يمكن في حته زي ما حضرتك بتقول كده، هو لعيب طبعا كبير وليه اسمه، فالناس يعني بتميل عليه سنه، ده بيفتح لنا لعب يعني. صحيح. ده بيخليني ان انا اقدر اخد راحتي شويه في الملعب. صحيح. يعني وبعيد عن كده انا برتاح اكتر لما العب جنب حد شوتر، يعني حد انا بقدر ان انا لما اعمل بنتريشن كله بيتلم عليا فبطلعها له هو، فهو المره اللي جايه هم هيطلعوا لي انا بفضل احط سلم، فكل ده بيساعدني انا اكتر في الملعب. صحيح. يعني لكن حد بعينه في الملعب يعني احنا كل الفرقه كله زي بعض طبعا، اكيد طبعا كله بيشيل بعضه في الملعب وكله ليه اهميه في الملعب. صحيح. طيب يعني خلينا برضو نقول انه الفرقه زي ما قلت لكريم، الفرقه فيها اعمار كتير، فيها حلول. يعني دلوقتي الحمد لله عندنا الشويط، عندنا اللي بينط، عندنا السناتر بسم الله ما شاء الله طارق غنام وسيف في مركز خمسة، عندنا الاربعات، عندنا يعني حلول كتير. بتهيألي بعد الوقت ده بقى فيه تومنز بلاي كتير، يعني شفنا الماتش اللي فات حلول، ممكن ما بقاش فيه تكتيك كابتن طارق قال عليه، بس انت ممكن تطلب سنتر وتلعب معاه. يعني ده بالاتفاق ولا مع التمرين جاي؟ لا لا ده كابتن طارق بصراحه في الحته دي هو بيبقى مدينا صلاحيه انه انت العب فري، يعني هو ما بيقيدش لاعب في حاجه. يعني يمكن انا مثلا اغلب لعبي عشان بلعب سكرين بول وبنتريشن بصراحه، يعني عمره ما يعني قال لي ما تاخدش السكرين، يعني هو لا انت مضم انت رايح بالكوره خد السكرين بتاعك، بس المهم تاخده صح مش اكتر يعني. فهو مش مقيدنا شويه يعني في حته التكتيك. قال لك لا كوره لا، ما انا هو مش مقيدنا شويه في الموضوع يعني السكرين بول او موضوع انك تلعب ايه او تعمل ايه، مضم انت بتلعب صح، لكن جوه رولز وجوه السيستم وجوه الفرقه ما هو ما عندوش اعتراض. مديك الحريه، مديك الحريه ان انت تلعب، بس انت بقى يعني المفروض تساعده، يعني انت لما انت تدخل وتلعب كويس وتلعب صح تاخد القرار بتاعك صح، هتفضي اللاعب التاني وهتفضي البيفوت وهتاخد انت سلم اللعيبه الماتش. طب قول لي برضه ابو النصر، انت في الدفاع بيتوكل لك كابتن طارق بيقول لك امسك لعيبه معينه ساعات لا ساعات، قول لي مين من الكواليس كده، مين اللي انت بتقول لا انا سيبهولي انا هنزل امسكه في الفرقه؟ والله هي مش كده، بس هو ممكن يجي في ماتش كده لعيب فايق قوي مثلا. بصراحه قبل كمان كانت بتتريق تيجي من اللعيبه، يعني دي الصراحه بتديني انا ثقه، يعني ممكن ابقى في الملعب نفسه الاقي لعيب مثلا كورتين ثلاثه جابوه في الماتش فهو بقى فايق، قال لك ابو النصر خلاص امسكه. يعني انا حتى لو انا ماسك حد ثاني يقول لك لا ابو النصر خلاص ايه ده معاك لازم توقفه دفاعيا. تيجي من اللعيبه اللي معايا في الملعب في ساعه الوقت، يعني ده اللي بيديني اكتر ثقه. يعني اللعيبه بتقول لك روح لابو النصر، بتقول لي روح هو، لو حتى مثلا لو جمال حتى ماسك يقول لي لا تعالى انت امسكه هو يمسك العكس. تحس طبعا يعني احساس ان اللعيبه بتثق فيك دي حاجه. صحيح. بتديك في الملعب حتى لو دفاعيا الناس مش تاخد بالها. لا طبعا بس انت حاسس ان الفرقه واثقه فيك، دي حاجه كويسه جدا طبعا. الحمد لله الحمد لله حاجه كويسه جدا الحمد لله كلنا واحد. صحيح. ابو النصر انا بشكرك، معلش الوقت بيمر سريعا، هنستقبل ضيوف ثانيه وهتنضموا لي ابو النصر ثاني ان شاء الله نقطع التورته وعادي يا رب ما تتقطع. نورتيني وشرفتيني، وانا والله ببقى سعيد جدا ابو النصر. شرف ليا يا كابتن هيثم ان انا معاك والله. لا شرف لينا. كريم بشكرك شكرا جزيلا. احنا فاصل وهيستقبل ضيوف طبعا جداد وان شاء الله بعد كده نقطع التورته، بس ما تاكلش كتير يا كابتن عشان ازاي مش اعزائي المشاهدين، كابتن طارق مكمل معايا وكابتن اسلام، هينضم لنا طبعا كابتن رضا السيد اداري الفريق، وهينضم لنا مصطفى الشافعي او شيفو. فاصل قصير وارجع لحضراتكم تاني.
المكسب حلو مفيش كلام، مستمرين مع حضراتكم في احتفالنا بابطال كاس مصر كره السله رجال. برحب بلاعب من عيار تقيل، لاعب الحقيقه انا بيعمل مباريات ما بتخيلش والله العظيم انه يعملها، مباراه يعني حتى على مستوى الافريقي، مش هقول على مستوى المحلي، على مستوى اي فرقه ساعات ينزل يعمل ماتشات، وهي على فكره بتبقى فترات طويله، يعني ممكن يعمل 80-90% من الماتشات كده، بس للاسف الدوري مش مذاع فالناس مش شايفه. اللاعب ده ليه تاثير كبير جدا جوه الملعب وبره الملعب، لاعب لو طلعته من النادي الاهلي ما عرفش يلعب، غريبه جدا والله بجد، يعني لو شلته من النادي الاهلي كده لبسته اي فانيله ثانيه هيقول لك لا بطل. معايا ومعاكم الكابتن مصطفى الشافعي، ازيك يا كابتن؟ اهلا بيك يا كابتن عيسى. ده صح ولا لا؟ انا عايز اشكرك جدا على المقدمه الجميله دي والله، ربنا وخليني اقول لك، فاكر روجيه ميلر بتاع بريميرو دي اوجست؟ فاكر الولد لما طلع قال لك يا شافعي انت مسكتني ما خليتنيش اعرف احط باسكت؟ انا فاكر ده كان احسن اربعايه في بطوله افريقيا ساعتها، وكان اصلا امريكاني مجنس، دي حقيقه فعلا. قال لك الشافعي بتاع الاهلي ما خليش احط باسكت، دي حقيقه فعلا. منورنا يا كابتن، ربنا يخليك يا كابتن عيسى، ده نورك ربنا يخليك. معايا بقى يعني الدينامو، الدينامو دي لما تتقال عليه هو يعني هو دينامو، وبص اعصاب انا ما اعرفش الحقيقه يعني مستحمل ازاي، يعني انا بشوفه بشفق عليه والله العظيم في كل مباراه، مش مباراه بس، ده لو الاهلي بيلعب في اي حاجه مش في الباسكت بس، بلاقيه يعني في منتهى التوتر. معايا ومعاكم اداري الفريق رضا السيد، اهلا بيك يا كابتن. حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك على المقدمه الجميله دي. بص اداريا عالي جدا ما شاء الله عليك، دينامو كمان اسمه يعني ده اسمه يا باشا، ده اسمه، ده انا عايز اقول لك اي مشكله اداريه بتقابلني في حاجه بكلمه حتى لو مالهاش علاقه بالرياضه. يعني ما شاء الله عليك، يعني اولا انت لعيب باسكت، لعيب باسكت، لعبت لدرجات عاليه جوه النادي الاهلي، وده مديك برضو ادفانتج عالي يا كابتن رضا، ان انت فاهم حتى كل حاجه، فاهم اللعيب بيحس بايه قبل ما اللعيب بيحلم اداريا، بتكون انت مخلصته طبعا. والله الحمد لله وفضل الله، ده يعني حاجه بالنسبه لي حاجه كويسه، المقدمه انت قلتها وشهاده منك كابتن هيثم، لا لا كابتن مصر يعني، لا والله ده حقيقه، وشهاده من كابتن طارق خيري طبعا نجم مصر، ده حقيقه. وانا والله يا كابتن يعني ما بقولش الكلام ده، بقول ان الحقيقه المنتخبات لازم تستفاد منها، ربنا. انا بقول الكلام ده مش بجاملك، انا ما بعرفش اجامل يعني حد في الشغل، بس الحقيقه المنتخبات لازم تستفاد من، يعني انت عندك قدره غريبه ان تخلص قرار وزاري في يوم. حصلت معايا، قرار وزاري يخلص، قرار وزاري سفر يخلص في يوم او يومين، عندك درايه وعندك اتصالات بالناس وحب وعشم عند الناس، تقدر تخلص المشاكل دي كلها. والله يا كابتن هيثم بالنسبه للاداريات هي اصلا الموضوع كله علاقات عامه، ده رقم واحد فيها، ان انت تبقى عندك علاقات كويسه مع الناس تقدر تخلص شغل بسرعه جدا جوه النادي او بره النادي، بيفرق معايا كتير جدا العلاقات دي الحمد لله، من وانا يعني الناس تعرفني وانا بلعب، وبعد ما بطلت اللعب وبعد ما اشتغلت في النادي الاهلي طبعا بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، كلمه النادي الاهلي بتفتح لي مجالات كتير جدا انا اقدر اخلص فيها شغلي، دي حاجه بالنسبه لي يعني اكتسبتها طبعا بعد شغلي في النادي الاهلي كانت كويسه جدا. يعني اسم النادي الاهلي حتى بيسهل لك كل المشاكل الاداريه طبعا طبعا طبعا، يعني اصلا جدا. وجودك جوه النادي الاهلي بيسهل لك كل شغل الاداري بالزبط. اللي في مصر كلها بالظبط. طيب خلينا اقول انت كنت يا كابتن رضا لاعب في النادي الاهلي، وحبك الشديد وعصبيتك الشديده على البنش، يمكن انا يعني اطلب من زملائي في الكنترول يعدوا لنا اللقطات اللي هي بتاعت التتويج، هو ومصطفى الشافعي بيحضنوا بعض، هتلاقوها بس دوروا عليها، كنت لسه عارضينها دلوقتي، الحماس الشديد والعصبيه، انت متحمل كده ازاي يا كابتن؟ والله هي لعبه كره السله كابتن هيثم لعبه ثواني، فالموضوع بالنسبه لنا من ثانيه لثانيه، احنا جينا في وقت كنا في الاخر الجيم بيفنش الجيم 4 بونت، مره بقى بونت فعلا الماتش عمال يروح ويجي يروح ويجي، فدي لعبه كره السله، فانت اعصابنا بقى تمام، كمان انت فاهم في اللعبه، فالموضوع بالنسبه لك بيبقى صعب قوي، بيبقى صعب ان انت تستحمله. يعني بشفق والله على كابتن طارق، بص اللقطه دي يا جماعه، دي كابتن رضا بشفق على كابتن طارق كابتن اسلام والله كابتن هيثم يعني في الموضوع ده. يعني بص الروح، انا عايز بس اعلق اللقطه دي، الشافعي ضغط رهيب باين عليه، يعني يا شافعي انت كان عليك ضغوط جامده جدا، لا انا شايفك في الملعب، يعني حتى انت بتشاور للناس، احنا بنشاور بالفانيلا، يعني حماس وضغط جامد قوي يا كابتن مصطفى. والله يا كابتن هيثم احنا طبعا هو ده الثمن ان انت تلعب في النادي الاهلي، انت على طول مضغوط، على طول لازم تكسب، مطلوب منك المكسب، فاحنا بالعكس احنا كل ما بيبقى النقد علينا زياده انا بحس ان الموضوع ده بيديني قوه اكتر، بيديني دافع اكتر، زي ما قلت احنا انا البطوله دي كمان احنا بقالنا سنتين ورا بعض بنوصل فاينل بنكسبها، وسبورتنج بقاله كذا سنه بيكسب كاس ده، فكان البطوله بالنسبه لنا مهمه جدا ان احنا عايزين نكسر القصه دي، عايزين نكسر ان سبورتنج بقاله كذا سنه بيكسب البطوله دي 5 وكان دي السته بالظبط كده، وده كان الهدف بتاعنا من الاول، ان احنا بقالنا سنتين سبورتنج بياخد مننا البطوله، لا ما ينفعش، زي ما احنا جيل كويس الحمد لله عندنا امكانيات ان احنا نقدر نكسب بطولات كلها،
فكان بالنسبه لي كان دافع وقوه. لما الماتش خلص وكسبنا كنت عايز اخرج اللي جواه، فهو ده كانت يعني تقريبا اقل حاجه تقريبا من اللي كان جواه ان هو يطلع. بس ما كسرتش حاجه؟ لا الحمد لله. خلينا اقول ان انا حاسس بالكلام طالع من قلبك يا مصطفى. والله كابتن يعني انا حاسس انك حتى دمعت سنه، لان يعني انت لعيب. بص يا مصطفى، انت لعيب يعني قصه. انا ما لعبتش مع حد زيك كده بصراحه. ربنا يخليك. ان انت عندك حته روح واخلاص غير طبيعي، اخلاص النادي الاهلي. انا يعني اقدر اقول من هنا لاخر العمر انت عندك اخلاص النادي الاهلي غير طبيعي. والله كابتن هيثم، انا الكلام ده اتعلمته وانا صغير. انا بلعب في النادي الاهلي وانا عندي 9 سنين، كل ده اتعلمته في الناشئين. عمري ما كنت بخسر، مش متعود على الخساره، بكسب على طول. فتره الناشئين بتاعتي كلها كنت بكسبها. الموضوع ده في برضه فرق معايا على فكره لما طلعت لدرجه اولى، ان انا موضوع الخساره ده بالنسبه لي بقى صعب. احنا للاسف تاريخنا في الباسكت مش كويس، بس احنا الحمد لله ابتدينا نعمل تاريخ للباسكت، والجيل اللي موجود ده دلوقتي ابتدى يعمل تاريخ للباسكت. فكل ده الانطباع ده انا متربي عليه الحمد لله من في النادي الاهلي. جوه النادي ده الانطباع، وزي ما قلت لك ده الثمن. يعني انت بتلعب في النادي الاهلي هو ده اللي مطلوب منك. يعني كويس ان انت عارف ده. وخلينا افكرك بايام مصطفى لما حصل مشاكل وقالوا مصطفى هيمشي من النادي، لا هيرجع، لا هيمشي. وانت قلت، انا فاكر لما كلمت معاك قلت لي لا انا هبطل. انا واللي انت كنت في عزك وما زلت الحمد لله في عزك تاتش وود، ولسه مجدد مع النادي الاهلي وربنا يديك الصحه وتدي كمان وكمان. ولكن في الوقت ده انت قلت انا يعني انا مش ما اقدرش اسيب النادي الاهلي. انا فانيلا الحمراء دي بالنسبه لي هي حياتي. انا والله كابتن هيثم انا مش متخيل، يعني انا لغايه اللحظه دي مش متخيل ان انا ممكن العب في حته ثانيه بره النادي. يعني الموضوع بالنسبه لي صعب. يعني بالظبط، يعني ناس كتيره قوي ممكن تكون جربت الموضوع ده وبيبقى بالنسبه لها عادي الموضوع ان هو ممكن ترجع تاني وترجع تاني. بس انا ما اعرفش الحته اللي انا اتربيت فيه مش قادر أسيب. يعني زي ما بتقول البيت عندك انت بتبقى في البيت بتربى فيه ما تقدرش تستغنى عنه خالص. فده نفس الوضع بالنسبه لي. ان شاء الله باذن الله ابدا. وكابتن طارق حتى لسه مجدد معاك كابتن طارق. يعني واول ما طبعا ما اتعرض عليك التجديد ما فكرتش. هو حتى الكابتن طارق ساعتها قال لي كلمه، قال لي انت ايه ما صدقت ولا ايه؟ انا فاكر الكلمه ان ده شرف لاي حد بصراحه. طبعا يا مصطفى انت كلامك واصل من القلب للقلب. يعني كلامك الحقيقه يوصل للناس مباشرة. ربنا يخليك. وخليني برضو اجي الكابتن اسلام، يمكن كنا بنتكلم عن حته بقى تخصك شويه. انت يمكن داخل مع الفرق وانا عارفك بتقعد تكحرط وتروح وتيجي. حته الصفقات الجديده، الناس دايما بتقول لك ايه، طب ليه النادي الاهلي ما بيروحش يلم؟ النادي الاهلي يقدر وعنده الامكانيات الماليه وعنده الامكانيات الفنيه وعنده كل شيء، ليه ما بيروحش يلم احسن لعيبه في مصر؟ ردك ايه بقى على السؤال ده؟ والله في كلمه برضو كابتن قالها في الاول، ان عدد اللعيبه الفريق اصلا مش كتير. دي لا بمعنى لعيبه ايه؟ لا واحده اللعيبه يعني عقودها خلصانه في انديتها. يعني عايزين نوضح، يعني مش هنقدر يعني ماديا ممكن النادي الاهلي يشتري اي لعيب. صحيح، بس مش شراء. خد بالك شراء مفيش شراء، مفيش ثقافه الشراء في البصره. الشراء دي واقفه على ان النادي التاني يوافق. وعمره ما بيوافق في البصره، لان انت برضو انت عشان تشتري لعيب لازم لعيب يكون لعيب كويس. هو لعيب كويس عقده لسه مش خلصان، النادي مش هيسيبه فاحنا كلامنا كله على اللعيبه اللي عقودها خلصت. عددهم مش فوق ال 28 سنه برضو، لان الاحتراف بيبتدي من 28 سنه. لا نوضح المعلومات دي مهمه. حق الرعايه كمان، حق الرعايه 28 في موضوع حق الرعايه بالزبط. ممكن بس هيبقى في حق الرعايه. حق الرعايه ده لا، حق الرعايه وموافقه النادي برضه. حتى لو عقده انتهى لازم حق، مش موافقه النادي بقى ما يعني موافقه النادي في الفلوس. بمعنى انا لعيب مثلا تحت 28 سنه فري عقده خلصان في النادي، عايز اجيبه. في هنا شرط لازم يتحقق، اللي هو النسبه اللي النادي هياخدها لما هيستغنى عن اللعيب. تمام. بمعنى ان اللعيب مثلا عنده 27 سنه او 26 سنه عقده خلص، عقده خلص في النادي هتدفع له مليون جنيه. لو النادي بتاعه على لائحه اتحاد، لو النادي بتاعه عرض له اكتر رقم معين نسبه من المليون جنيه، انا ما اقدرش اخده طالما في الا اذا خلاص الكونديشن ده مش هيتعمل. فالاوبشن الوحيد اللي انت تتعامل فيه ان انت تشتري لعيب فوق 28 سنه عقده خلصان. ودول عددهم في مصر مش كتير، لان اللي بيوصل 28 سنه بيفضل محافظ على المستوى، بيبقوا لعيبه قليل. تمام. فاللعيب السوبر ستار النادي بتاعه ما بيسيبوش. انا عايز ازود بقى على الحته دي حاجه، ان احنا مع احترامنا لكل اللعيبه اللي ممكن ان احنا نتعاقد معاهم، احنا الحمد لله بالقماش اللي موجوده، لان القماش اللي موجوده لعيبه رجاله. صحيح. بالقماش اللي موجوده بنشتغل وبنكسب. فاحنا برضو مش حريصين قوي ان احنا ندعم قوي. هندعم، هنبقى عايزين لعيب او اتنين، انما مش هنجيب فرقه. ما الفرقه موجوده ماشيه زي الفل وبتكسب. صحيح. فاللي هيجي لازم يبقى فاهم، لازم اللي هيجي ده يبقى فاهم ان هو جاي فرقه كسبانه. يعني انت برضو غير لما تكون انت خسران وعايز تجدد وعايز تجيب لعيبه وخمس ست لعيبه عشان توقف. لا الحمد لله فرقه واقفه على حالها وبتكسب،
وحتى في كل الظروف اللي احنا فيها دلوقتي. طبعا انت بتتكلم كلام علمي صح؟ طبعا. بس انت مش جايبه علمي طبعا. لا علمي انا ما بتكلمش علمي. لا طبعا الراجل مجهبس كبير. بس خليني اقول ان يقول لك دايما الاحلال والتجديد في اي فرقه ما ينفعش يبقى ب 60 و70% من قوام الفرقه. انت لو عايز تدعم تدعم بلاعيب او اتنين بس 20% من قوام الفرقه. بالظبط. بس انا عايز برضو ااكد على حته ان انت يعني انت باللي موجود كسبان. المكسب مش موضوع لعيب سوبر او لا، المكسب منظومه احنا فرقه متكامله، احنا بنشتغل واللعيبه بتتوظف كويس والنادي موفر لنا كل حاجه. وانا من هنا برضو لازم اشكر مجلس اداره النادي أكيد. الحالي والسابق أكيد. لان بصراحه كل طلباتنا انا كطارق مجابه. احنا اصلا طلباتنا مش كتير بس وطلباتكم بتبقى للعيبه مش كتير ومجابه. فمجلس الاداره يشكر الحالي والسابق، وانا باكد على الحالي والسابق لان احنا عشنا المجلسين والمجلسين كانوا في قمه التعاون. هو ده النادي الاهلي، جيل بيسلم جيل. بالظبط. فاحنا المنظومه شغاله والحمد لله بنكسب وان شاء الله هنكسب. فمش هندور قوي على صفقات كتير، هنجيب وندعم ان شاء الله انما في حدود يعني. صحيح ده. طب برضو يعني خلينا نقول حاجه يعني مهمه لازم نتكلم عنها، حته التحكيم. انا ما بحبش اتطرق كتير لموضوع التحكيم لان التحكيم ده علينا وعليهم ويبقى ليه اخطاء ويبقى يعني والحكام بشر في الاول والاخر. بس في كره السله صفاره ممكن تقضي على موسم. انا ساعات بشفق والله على الحكام يعني لان انت في الهجمه الواحده بيحصل اكتر من حدث في الثانيه كتير احداث كتيره وانت ممكن حتى تبقى شايف الحاجه وتقول يعني مثلا في ثلاث حكام في الملعب، تيجي مثلا تكلم حكم يقول لك دي مش زاويتي مثلا. يعني هو في قانون التحكيم ممكن لو شايفها صفاره، بس هو احنا اتظلمنا في صفاره ممكن نقول له شايفها صفاره حتى لو مش زاويتك او حتى لو مش بتاعتك. فانا ساعات بشفق على الحكم ان هو احداث كتير بتحصل. طب هو دلوقتي يعني انت الملعب كان حكمين في الاول، دلوقتي بقى ثلاثه ليه؟ عشان الاخطاء الصغيره تبان، عشان كل حاجه صغيره يقللوا نسبه الاخطاء. قلل نسبه الاخطاء. انا شايف ان نسبه الاخطاء مش عايز اقول زادت، بس مش عايز اقول زادت انما برضه معذورين، بس الحكم معذور. ضغط عصبي كبير، الفروقات قصيره جدا بين قريبه بين الفرق، المنافسه شديده جدا. صحيح. فممكن صفاره ما فيش النهارده مثلا ما تلاقيش جيم مثلا خسران 20 30 بونت، قليل قوي. ممكن في السنه كلها ماتش او اثنين يخلص 20 بونت، كله بيمشي، كل الجيمات قريبه. فانا بعذر برضه الحكام. بس انا ليا نقطه في موضوع التحكيم. انت المدرب بياخد دورات وبياخد كورسات وبيسافر دورات بره مصر وجوه مصر، اللعيب بيتمرن وبيحتك وبتاع. انا عايز اعرف بصراحه، مش بشكك والله ولا بعيب، انما عايز اعرف التحكيم او الحكام ازاي الاتحاد المصري بيطور اداء الحكام. هل في طريقه معينه؟ سيبك بقى من محاضرات النظر والكلام ده، انا اسمع في بطولات كاس العالم وانا شفت الكلام ده وعرفته، ان في بطولات كاس العالم والدورات الاولمبيه والكلام ده بيحصل يوميا قبل البطوله اصلا باربع ايام، قبل البطوله باربع ايام يوميا اجتماع مع كل طاقم التحكيم اللي موجود، محاضرين دوليين ويعرضوا ماتشات قديمه ومواقف قديمه خلاص بدأنا البطولة يوميا من أول ما البطولة تبدأ، يجمعوا كل الحكام اللي حكموا ويكون في طقم تحليل بيقطع فيديوهات الماتشات ويوري الحكام أخطائهم. النهارده يا جماعة حصل مثلا 10 أخطاء، بكرة 9 8 7 نهاية البطولة مفيش أخطاء خالص، تلاقي ماتش الفاينل أو سيمي فاينل أعلى ثلاث حكام في ال 10 12 يوم بتوع البطولة هم اللي بيحكموا، أخطاء تقريبا زيرو مفيش. فده اللي بيحصل بره. الكلام ده عادي جدا انه يحصل عندنا، مش محتاجين ان احنا نصرف او نطلع حكام دورات او لا، عادي أكيد. جدا ممكن في ماتشات الدوري تلاقي ناس بتوع زي ما كل فرقه فيها واحد بتاع احصاء، لازم يكون واحد بتاع احصاء في الاتحاد مسؤول عن افكار جيده. واكيد لازم تدرس. برافو عليك، كلام مهم. انت بتطالب ان الحكام يكونوا يعني ان شاء الله ياخدوا حقهم كعنصر مهم في عناصر اللعبه، واكيد ده ان شاء الله هيحصل. اهم عنصر اكيد طبعا، لان هو اللي معاه الصفاره. في حاجه على اتفضل يا كابتن. طول ما في حكم يعني مثلا اهلي بيلاعب اتحاد، حكم قاهره، حكم اسكندريه، حكم اقاليم، طب انت رايك ايه؟ انا شايف دي ظالمه جدا انفير. انت طب انت عايز تبقى ازاي يا كابتن؟ ثلاثه محايدين يجيب بقى من الاقاليم، يجيبوا اجانب زي ما كانوا بيجيبوا في الماتشات المهمه. انما طول ما في حكم من هنا وحكم من هنا الحياديه مش موجوده. انا شايف. طب هو خلينا برضو نقول حاجه انه يعني مع يعني الموضوع ده توارث منذ القدم. كان زمان اقاليم، كان زمان ثلاثه، ما كانش حكم قاهره حكم اسكندريه، كان ثلاثه واحنا بنلعب ثلاثه محايدين بره القاهره، واحد من الشرقيه، واحد من الصعيد، واحد من ما فيش حد من القاهره ومفيش حد من اسكندريه. صحيح، كان بيحصل كده. طب خلينا ناخد كابتن علي هاشم، مدرب شباب او فريق 18 سنه في النادي الاهلي واللي ايضا حصل على البطوله. كان طبعا يعني عايز يبارك للجهاز الفني. كابتن علي اهلا بيك. الف مليون مبروك ليك طبعا، واكيد
يعني نفسك توجه حاجه للجهاز الفني كابتن طارق خيري وكابتن اسلام علي وكابتن رضا السيد وكابتن مصطفى الشافعي؟ اتفضل يا كابتن علي. طبعا انا طبعا ما حبيت اعمل مداخله طبعا، ان بقى لنا كتير ما شفناش بعض، انت عارف الموضوع اللي صار في البوليو والهاند بول، فالناس ما بتروحش النادي كتير ما بنشوفش بعض، فانا حبيت بس ابارك على الهواء للجهاز الجميل ده وكابتن مصطفى الشافعي حبيبي طبعا. ان انا حته بقى كده من الكواليس يا كابتن علي. اتفضل يا كابتن علي اتفضل. يعني بجد عمل شغل قبلها بيوم وقبل الجيم الصبح غير طبيعي غير طبيعي طبعا، يعني الجهاز واللعيبه يعني انا مش قادر اقول لك استحملوا كتير جدا، وهم ما بصوش يا كابتن عاصم يعني ما بيسمعوش زي ما كابتن طارق قال لك، هم يعني مش مركزين في الكلام دوت. انا بس عايز اقول حاجه، ان دي قله من جماهير النادي الاهلي، ولازم بس الناس تفهم ان الباسكت دلوقتي احنا في 8 فرق يا جماعه، 8 فرق يعني 8 فرق، اي حد بيكسب اي حد، اي حد ممكن يكسب اي حد في اي وقت، وفي كل ده وفي كل ده واحنا لاعبين بطولتين لحد دلوقتي واخدين بطولتين، يعني نادي الجزيره حامل لقب السنه اللي فاتت ما خدش اي حاجه السنه دي. صحيح. سبورتنج نفس الكلام ما خدش اي حاجه لحد واحنا بنتكلم دلوقتي. وبرده حته كده يعني برده انا بحب اشكر نادي سبورتنج طبعا، هم ان الفرقه دي بالذات برده يعني بتحس ان هم قريبين مننا، قريبين من النادي الاهلي ونفس المنظومه ونفس الطباع فيعني الناس كانت بتقول يعني كان يعني برضه بتتمنى اللي ما تقابلش النادي الاهلي في الفاينل، لان يعني هم عندهم مشكله في كونتنت النادي الاهلي بيوصل فاينل القصه بتختلف، حتى لو في بقى اصابات مش اصابات ظروف الكلام دوت بس. وطبعا بس احنا برضه خلينا نقول ان كان ماتش ممتع برضه يا كابتن علي، ماتش كان حلو، كان فيه باسكت حلو، كابتن مرعي الحقيقه مدرب او مدير فني نادي سبورتنج، نادي سبورتنج نادي محترم، نادي عمل تاريخ في السبع ثمان سنين اللي فاتوا، تاريخ كبير جدا في الباسكت بول، عندهم عضو مجلس اداره كريم سرور هو اصلا كان لعيب باسكت ولعيب باسكت كبير في نادي سبورتنج، يعني خلينا نقول نادي سبورتنج منظومه باسكت يعني شكلها حلو. طبعا ده اللي انا بقوله لك يا كابتن، هم حتى قريبين من النادي الاهلي ومنظومه طبعا، يعني عملوا سبع ثمان سنين اللي فاتت عملوا تاريخ لنادي سبورتنج في وجود كريم سرور واستاذ احمد حسن، يعني عايز اقول لك برضه استاذ احمد حسن برضه طبعا يعني كان نائب رئيس النادي دلوقتي مش موجود، قبل الماتش كان معاهم، قبل الماتش كان معاهم شفناه. فقصه مختلفه طبعا، وكابتن مرعي طبعا يعني من المدربين الكبار اللي في مصر طبعا، و وجيم حلو واستمتعنا بيه وكل حاجه يعني، وان شاء الله باذن الله انا برضو بطمن الناس ان الدوري مش بعيد، الدوري مش بعيد، كله في الملعب، اعمل اللي عليك وخلاص في الملعب. صح. والناس اللي قاعده عندك دي هتحارب لحد الاخر، لحد اخر نفس، يعني الناس انا عايز اقول لك في ناس لعبت مصابه ومش هقول، والناس عارفه لو الناس يعني في 3 4 لعبوا الجيم ده هم مصابين. صحيح صحيح. ويعني حاجه ما بتحصلش في اي فرقه كابتن هيثم. صحيح. صحيح يا كابتن علي، كلامك مظبوط وطبعا حبينا نسمع كلامك، انت راجل يعني اهلاوي ومن الصميم، وبنشكرك على المداخله الجميله دي، شكرا جزيلا كابتن علي هاشم مدرب فريق 18 سنه ومدرب الشباب بالنادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك. الحقيقه يعني شافعي جو حلو، المكسب بيلم الناس، ويعني المكالمه اللي قال عليها كابتن علي هاشم مكلمك قبل الماتش، هو حتى هو يعني مش مع جهاز الدرجه الاولى بس حاسس بقد ايه ان المكسب ده مهم لينا. لا هو طبعا هو الكابتن علي على المستوى الشخصي هو صديق ليا يعني. هو صراحه ما فيش يعني، هو على طول متابع كل ماتشاتنا، هو موجود معانا يعني، لو ما بيبقاش موجود في الماتشات حاضر، هو بالتليفون على طول كل ماتش يعرف ايه الاخبار، صراحه بيكلمني يعني بعد كل ماتش بيطمن على الفرقه ويعرف ايه الاخبار، وغير كده برضه هو واقف جنب الفرقه بيدعم الفرقه، يعني زي ما انت حضرتك قلت هو مدير فني لفرقه 18 سنه، ومع ذلك لا هو اغلبيه الوقت لعيبه ال 18 سنه بيتمرنوا معانا عشان ظروف الاصابات، فهو برضه بيضحي جامد جدا بسبب فرقه الدرجه الاولى. انا اعتقد ان هي دي روح النادي الاهلي، وهم دول اولاد النادي الاهلي، احنا مش يعني ما فيش حاجه جديده علينا يا كابتن هيثم، احنا اتربينا كده، وده الوضع يعني، هو ده الحمد لله ده الوضع في النادي الاهلي، ان احنا كلنا ايد واحده، كله بيدور على ان احنا بطوله، احنا عايزين نكسب بطوله. طب شافعي قول لي بقى قصه التجديد بقى، ايه اللي حصل بالظبط بعد ماتش الكاس كده، كلمني وقول لي، لان طبعا ده كان جديد على النادي الاهلي، وكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي اللي الحقيقه بشكره من هنا شكر جزيل، لانه يعني ما شاء الله عنده امكانيه اداريه ورؤيه الحقيقه، يعني انا جيت النادي الاهلي وكابتن رؤوف كان مدير نشاط رياضي، فيعني كابتن رؤوف من الناس اللي بتعمل طفره كبيره جدا في العاب الصالات. بعد الكاس انت موضوع التجديد جه ازاي؟ احكي لي بالتفاصيل اكتر. بص بسم الله الرحمن الرحيم، الاول بص يا كابتن هيثم، هو موضوع التجديد ده حصل قبل الكاس. تمام. انا بس حابب ان انا في الاول اشكر طبعا كابتن رؤوف والكابتن طارق طبعا وكابتن غزاوي.
وحابب ان انا اشكر الكابتن رؤوف ان هو كمان دعمني كويس يعني انا وصل لي كلام ان هو دعمني كويس الحمد لله فانا حابب ان انا اشكره طبعا في الوقت ده. الموضوع ده حصل تقريبا واحنا لسه في دوري السوبر قبل ماتشات الكاس حصل التجديد. الاجواء بص يا كابتن هيثم يعني انا الحمد لله انا في النادي هتمضي هتجدد انا تمام هم بيتكلم في رقم ولا في اي ما حاجه ما فيش اي حاجه. وهو الصراحه السنه دي كمان الكابتن طارق كمان بالاخص ان هو كان شايف ان انا من الناس اللي ما بتكلمش في قصه الفلوس وفي قصه التجديد والكلام ده كله فهو يعني الصراحه من غير ما اتكلم ومن غير مين اول واحد فتح في التجديد كابتن طارق والكابتن شريف علي كابتن شريف علي يقول لك يا شيفو يلا بقى نخلص وكده وصراحه ما يعني وكابتن رضا جاب لك وكابتن رضا جاب لك العقود من العربيه بس انا عارف عشان عارف اللي بيحصل جاب لك العقود من العربيه الثلاث نسخ ما هي اي حاجه هتطلع العقود اللي فوق شفت طلع العقود اللي فوق كان في قعده خاصه بيني وبين شفت قعده خاصه جاب الكابتن رضا العقود بقول لك جاهز هو خلي بالك ده شايل نسخ في العربيه على طول جاب الثلاث نسخ وراح طالعين على الاوضه اللي فوق وراح مضيك ورحت نازل المره دي ظلمني انت كابتن هيثم لا والله النسخ كانت مع كابتن طارق كابتن شريف وهم مضوا هناك كانوا جدعانين المره دي بس انت يعني انت جبت العقود بس لا كله بس العقود هتروح فين ما ترجع لك في الاخر كله معايا خلينا اقول ان كابتن رضا برضو انت يعني حتى لما مضيت انا مضيت معاك وكان وكانت العقود معاك وخلينا اقول برضو حاجه للساده المشاهدين يا جماعه وللتاريخ والله العظيم الكلام ده النادي الاهلي هو النادي الوحيد في مصر تمضي له على بياض انا بقول هذا الكلام ومعانا رجاله هم قاعدين وناس بتمضي لعيبه النادي الاهلي وخدوا الكلام ده على لساني ويا ريت يتحط النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي يتمضي له على بياض ليه يتمضي له على بياض لان اللي اتقال هو اللي كده في العقد وده كان حصل مع كابتن هيثم حصل معايا وانت قلت لي معلش طب ما يكتب العقد انا عايز اشوفه لا قلت لك ايه رايك طلع نفس اللي انت قلته بالظبط خلاص وعايز اقول لكم حاجه انا لعبت وبطلت والله العظيم ما كان معايا نسخه النادي الاهلي سوري عقد من النادي الاهلي انا لعبت في النادي الاهلي وبطلت والله ما خدت عقدي معايا كلنا كده بس انا بقول ليه الكلام ده عشان الناس تبقى عارفه انا حتى العقد انا لغايه دلوقتي انا بقول يا ربي هي فين العقود بتاعتي لان هو ده النادي الاهلي النادي الاهلي تمضي على بياض تروح ده مش كده بس ده انت الاكتر لو اتقال كلمه تتفسر بمعنيين يتحط المعنى اللي مصلحه اللاعب وده النادي الاهلي عشان النادي الاهلي سمعه وقيم ومبادئ واخلاق والموضوع ده مش كلام استهلاكي في انديه تانية تبقى انت بدون ذكر حد كل احترام لكل الانديه ولكن بيحصل الكلام ده بنشوفه العقد بيبقى متسطر عارفين يعني ايه متسطر يعني انت عامل كل الفراغات ومع ذلك العقد يتزود فيه سنه زياده يتقلل من الفلوس كل الاحترام للانديه الكلام ده انا ما بتكلمش على حد خالص بالعكس كل الاحترام والتقدير لكل الانديه ولكن النادي الاهلي ده سيستم نظام امضي وروح مش كده يا شافعي ولا انا غلطان بقول لك حاجه غلط هو ده اللي حصل احنا مضينا وبصمنا كمان على بياض وبصم على بياض يعني وبصمة كمان على بياض لا عدد السنين اللي قالها لك كابتن طارق وقالها لك كابتن رؤوف هتلاقيها احنا المبلغ المالي يعني. هتلاقيه مش هتلاقي بقى اصل فيه كذا واصل مش عارف ايه مفيش الكلام ده بص يا كابتن هيثم اصل دي مش اول مره امضي انا مضيت قبل كده وكان كل الامضاءات قبل كده بنفس صحيح طول. صحيح العقد فاضي انت بتمضي وبعد كده الكلام اللي احنا اتفقنا عليه احنا عارفين متاكدين 100% ان هو ده اللي هيحصل يعني مش عايز اقول لك حاجه يا كابتن هيثم في حاجات يعني مواضيع كمان بسبب موضوع العقود ده ان كان في لعيبه كتير قوي كانت ماضت في النادي وكان حصل لها برضه نفس الكلام وحصل لها مشاكل والنادي تم ان 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 ان, إن هو يتنازل عن العقد ده لحق اللعيبه عشان برضه المشاكل دي فدي برضه الحاجه الوحيده اللي ما بتحصلش في النادي الاهلي صح يعني صح يعني برضه عارف ليه ان هو ده النادي الاهلي انا ما بقعد مع اللعيبه الاجانب اللي بييجوا يتعاقدوا مع النادي جايين على سمعه ما فيش عارف انت لما يقول لك السمعه في النادي الاهلي اهم كتير من الفلوس يعني دايما المسؤولين في النادي الاهلي والحقيقه يعني انا برضو عايز اقول حاجه يا كابتن طارق يمكن دي اول مره يعني انا لما مضيت كان كابتن محمود الخطيب هو نائب رئيس النادي والحقيقه كابتن محمود الخطيب لما جيت امضي يعني عشان تعرفوا قد ايه الراجل ده قيمه وقد ايه الراجل ده يعني الحقيقه يعني كلمه مبادئ وقيم دي حقيقه هو سال سؤال واحد قال يعني هيثم تعاقد مع نادي تاني ولا لا ليه بيسال السؤال ده عشان يعرف عشان يحترم لو في تعاقد تاني يحترمه شوفوا قد ايه الدنيا رايحه فين يعني نائب رئيس النادي بيسال يا جماعه اللاعب اللي هنتعاقد معاه ده يتعاقد مع حته تانية ولا لا عشان يحترم التعاقد يعني حتى مش بس بيحترم تعاقده معاك لا ده بيحترم تعاقدات الانديه التانية انا عايز اقول لك يا كابتن هيثم كمان ان احنا يعني في لعيبه كتير قوي كان قبل ما يجوا النادي كان معروض عليهم ارقام صحيح يعني بالنسبه للباسكت ارقام خياليه خوف وهم الكلام ده كله عشان خاطر اسم النادي الاهلي بس هم مضوا للنادي الاهلي يعني شفنا مؤمن مؤمن انا يعني انا استغربت جدا مؤمن بامانه مؤمن بقى ما شاء الله اهلاوي اكتر من الاهلاويه نفسه يعني مؤمن شخص جميل يعني بقى جميل جدا مضى معاك لما تقعد معاهم يا كابتن هيثم هتلاقيهم مبسوطين ودي كانت اهم حاجه بالنسبه لنا ان اللعيب اللي بيجي لك من بره يبقى مبسوط يعني يبقى حاسس ان هو في بيته والحمد لله دي موجوده عندنا
في النادي الاهلي موجوده في الفرقه عندنا. صحيح. ان اي حد بيجي من بره ما بيحسش بغربه، بالعكس يعني لما تيجي تشوف مهند ومؤمن بقى واحد بقى الناس بقى كانهم مولودين في الفرقه دي وهيبطلوا وان شاء الله باذن الله يا رب في النادي الاهلي وهيكملوا في النادي الاهلي خلاص ان شاء الله بقى بقى, 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 بقى واحد من الفرقه. في حاجه على عقد فضل. كان مؤمن في نفس الوقت بيمضي مع مصطفى في نفس القعده، مؤمن عنده مشكله في الشغل فهو بيتكلم مع كابتن غزاوي وكابتن رؤوف، قال له لو احنا مش هنقدر نحل لك مشكلتك في الشغل في السنه الثالثه مدينا اربع سنين هيقول لك عقدك هو متشكري او شغله في اسكندريه، يعني احنا ملتزمين انا ممكن اكتبها لك كمان في العقد. شفت لو جميل. انا كنادي اهلي مش هقدر احل لك مشكلتك في الشغل، لا انا مش هسيبك، انك هتضر. انت متخيل اقول لك عقدك منتهي؟ ده ممكن نادي اهلي يقول له ايه روح حل مشكلتك. لا ده كمان انا بتعلم معاك لعيب، ولو ما عرفش بظروف شغل عمله ما هيقول له شكرا وربنا يوفقك. هو ده كابتن رؤوف، هو ده كمان يعني هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي السمعة اهم 100 مره. يمكن كابتن رضا برضو انا عايزك تحكي لي موقف. مؤمن اتصاب السنه اللي فاتت، تمام، احكي لي من ساعه اصابته لغايه ما انت خلصت له كل اموره الاداريه لغايه ما دخل اوضه العمليات بمنتهى يعني السهوله، ولما اتعرض كمان يعني دكتور مهند مجدي كان معانا اتعرض عليه ان هو يروح يتعالج في المانيا ويعمل عمليه المنصرين في المانيا. تمام. زي بنعم بتاع الطايره. تمام. احكي لي القصه دي عشان الناس تعرف النادي الاهلي من جوه عامل ازاي. والله كابتن هيثم هو يوم ما مؤمن اتصاب كان نفس اليوم عمل اشعه رنين، احنا كنا بنتمنى طبعا ما يكونش في حاجه. المهم اكتشفنا ثاني يوم او ثالث يوم ان عنده رباط صليبي، فطبعا مجلس الاداره السابق كان قال ان هو ممكن عادي ما فيش مشكله انه يسافر المانيا زي ما انا مسافر. فانا رحت للكابتن قلت له هنمشي في الاجراءات دي ولا. فاكتشفنا ان عوده مؤمن اسرع للملعب اهمنا من ان هو يسافر او هيعمل عمليه. كان طلب مؤمن على فكره، طلب مؤمن في الاخر مؤمن داخل مع الهواء قال لي انا قرر انه يعملها في مصر، لان في وقت كانت تاخد تاشيره. انت كنت هتمشي له في التاشيره بالظبط، وانت عندنا وقت كبير وعارف انت الرباط الصليبي لازم يكون يا اما بتعمل في خدمه 40 ساعه او انه يتاهل لمده شهر عشان العضله. فهو كان المهم بالنسبه لنا انه يرجع بسرعه، فالشهر ده بالنسبه لنا كان هيبقى وقت اطول. وجهه نظرك صح، وهو مؤمن انه لعب كاسه وكسب عشان كاس. وجهه نظرنا برده كجهاز كان مؤمن كان هو اللي قال انا عايز اعملها في مصر عشان يرجع اسرع، ودخل دي برده حاجه كويسه منه بصراحه انه يرجع اسرع للفرقه. قول لي بقى كل الحجز العمليه والله ما فيش، انت عارف زي ما قلت لك قبل كده ان النادي الاهلي اسم كبير قوي. صحيح. فهو الموضوع كله ان النادي الاهلي خد قرار انه هيتعمل له عمليه تقريبا في خلال بعد ما اتصاب تقريبا باربع ايام عمل العمليه. صحيح. بعد كده فتره التاهيل بتاعته يعني خد فتره التاهيل الطبيعيه بتاعته تقريبا نجح في خلال ست شهور، ودي الفتره الطبيعيه للرباط الصليبي. كلامك كان صح في حته انجزت معاه في الاداريات بالظبط، بس اتكلم في حته مهمه. انت كنت ممكن تتقاعس شويه، مش انت يعني بتكلم اي 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 حد تاني كان ممكن يحصل تقاعس بره النادي الاهلي مثلا، يتاخر اللاعب شهر في عمليته نيجي كان هتسمع فين؟ ماتش الكاس اللي فات ما كانش هيلعبه. تمام. او كان ما كانش يبدا معايا الموسم السنه دي. برافو عليك. اللي لحق بدري ده، هو كان لحق دوري مرتبط. قصدي اقول لك فورمته. لا يعني في ماتش الكاس ده مؤمن، انا لعبته قصاد مؤمن وعارف مؤمن دي فورمته، واقف على 3 بونت حتى بيتضرب بيزق، يعني مؤمن واقف على رجله في ماتش الكاس ما شاء الله تاتش وود ربنا يحميه. بس هو طبعا مهند ربنا يشفيه، هو صليبي يعني احنا حزننا جدا، بس ان شاء الله يعني مهند لعيب راجل واكيد هيرجع بسرعه. طبعا احنا هو جمال كمان ان شاء الله بنخلص مع الجمال، خلصنا معاه بنسبه 100%، ومهند اتفاجئت انه في اسكندريه، في اسكندريه خلص معاه يعني حتى مهند بموضوع خلصان مفيش كلام التعاقدات بتهيألي ما عندناش ازمه. طب هسالك سؤال يا كابتن طارق، احنا على الهوا دلوقتي واكيد ممكن لعيبه كتير في مصر بيكلمونا وبتتفاوض مع لعيب، يعني انا مش متخيل انا كهيثم بصراحه يعني ان ممكن يجي لي النادي الاهلي يقول لي هيثم تعالى العب معايا مثلا، او يطلبوني في الاهلي وانا اقول لا اصل مثلا جاي لي قرشين زياده في حته، يعني مش متخيل. يعني عايزك تقول رساله لاي لعيب بيمضي في النادي الاهلي، ايه الرساله؟ دي وجهات نظر. انا في ناس راح اسم النادي الاهلي وهكمل في النادي الاهلي، وده اللي احنا بنقوله حتى لما جينا نتعاقد مع حد من سنتين، اي لعيب بنكلمه يكفي انك هتيجي طالما مفيش مشاكل اخلاقيه هتكمل، انت مكمل هتفنش، ده بيتك، نهايتك في جوه النادي الاهلي، تاريخك كله يبقى في نهايه النادي الاهلي، اسرتك احد. في ناس حاسبها فلوس، في ناس في اسكندريه من اول ما مسكت هي يعني مش هينفع تيجي، مديها نفسها قرار انا جوه اسكندريه فقط، ممكن انا مش هطلع بره الطياره خالص. ففي كل واحد عقليته. انا مؤمن ومهند لما جم هم حابين يجوا. صحيح. الموضوع بيبقى خلاص بقى احنا شاريين وهم شاريين، فالموضوع بيخلص. صحيح. وانا زي ما مصطفى قال ودخلوا قلب انا حاسس ان هم مننا، ان انا مهند ومؤمن شخصيتين مختلفين عن بعض،
انما تحس ان هو منك يعني، وانت بتكلم مؤمن، لا مؤمن واحد من النادي بقى له سنتين ثلاثه، وهم كمان كلهم صحاب منتخبات صحيح. يعني انما فرقتنا فيها ميزه صحيح. اجتماعيه ان هم بيحوطوا على اي حد صحيح. بيدخل مصطفى والناس الكبار صحيح. اذا كان بلاش طارق يعني نجم كبير نجم كبير، مصطفى وجمال ومودي بيعرفوا يستقطبوا صحيح. الناس انه يحسوا انه بيتك، اذا كان خارج اذا كان جاي اذا كان رايح مصطفى. فالموضوع جميل، الحته دي مميز جدا جدا. طب خلينا ناخد اللي احنا مقطعين في سيرته كلها بالخير. معانا طبعا كابتن مؤمن ابو العينين نجم النادي الاهلي، اهلا بك يا مؤمن. اهلا كابتن عايز. الف مليون مبروك، تالق كبير جدا ليك في ماتش الكاس، عوده مؤمن من الاصابه الحقيقيه كانت في ماتش الكاس، يعني تقول ايه بعد المكسب ده يا مؤمن؟ لا والله الله يبارك فيك. الحمد لله طبعا مكسب يعني بيخلي الواحد مبسوط، بيخلي الفرقة كلها مبسوطة. كان مكسب مهم ان احنا ناخد الكاس وقبليها المرتبط. طبعا يعني شعور كويس قوي المكسب، فربنا يكرم ان شاء الله، ربنا يكرم اللي جاي يعني. ومبروك ومبروك يا مؤمن كمان على التجديد. الحقيقه احنا كنا بنتكلم، معرفش انت كنت متابعنا ولا لا، بس احنا كنا بنتكلم بنقول ان انت دخلت وسطنا بسرعه، يعني الحقيقه دخلت وسط النادي الاهلي. انت خلقيا يعني ما شاء الله عليك، وكل يشهد ليك بالخلق، كل فترتك وكل لعبك ده الحقيقه ما فيش اي حاجه تتقال عليك. جددت مع النادي الاهلي بسرعه، يعني كلمني يعني على الكواليس دي، كلمني انت لما دخلت النادي الاهلي حسيت بنادي الاهلي من جواه ازاي؟ لا ربنا يخليك والله، انا من ساعه ما دخلت ما حسيتش باي فرق يعني كبير. الفرقه كلها زي ما كنت طارق كان بيتكلم، ان احنا الصراحه الناس اللي موجوده بتساعد اي حد ان هو يخش فيها، وهم اصلا يعني اصحابي من زمان، يعني الفرقه كلها اللعيبه الكبيره كلها كانوا معايا في المنتخبات طبعا واحنا صغيرين، والشباب برضو اللي موجودين يعني ما فيش خلاف عليهم طبعا، يعني ربنا يبارك فيهم، احنا كلنا اسره واحده. واهم حاجه ان احنا يعني كله بيخش في بعض، يعني مفيش اي مشاكل. يعني من ساعه ما انا جيت تقريبا دي ثاني سنه ليا اهي، ما حصلش ان في مشكله ابدا مع اي حد، صحيح سواء معايا يعني او مع الفرقه كلها. يا مهم الموضوع الحمد لله كويس. المهم انت اخلاقك عاليه، وعمر ما يبقى في حد مليك مشكله معاه سواء جوه او بره، دي حقيقه. انا بقول الكلام ده بحقيقه سواء انت او مهند. وخليني اقول كمان يا مؤمن ان شاء الله احنا عايزين نشوفك في المنتخب قريب باذن الله. يا رب ان شاء الله، نتمنى يعني نتمنى يا رب. يعني مؤمن ابو عينين لاعب النادي الاهلي، نجم النادي الاهلي كمان، شكرا جزيلا ليك، نورتنا وشرفتنا. يعني اسلام مؤمن من اسكندريه بقى زيك كده وبتاع، واكيد وانتوا بتقعدوا كده بيبقى في كلام اسكندراني كده بيتقال، ما تديني شويه كواليس كده. مؤمن ده من انضف الشخصيات اللي ممكن تعمل طبعا في حياتك، بعيد عن ان هو لعيب باسكت محترم، هو بني ادم نضيف جدا محترم. جدا جدا. وانا ما كنتش حاضر قعده التجديد، بس انا يعني عارف كل حاجه حصلت، وعارف من قبل ما يروح عارف ايه اللي هيحصل. هو مؤمن يلا هتمضي اهم صحيح، مريح جدا وسهل جدا، وكابتن طارق كمان بيحبه. ولو في اي حاجه دايما يعني دايما هو مؤمن عشان صاحبي اكتر، ان احنا من اسكندريه مع بعض، لما بيحس باي حاجه مش عارف يجي يقول لنا الاول. صحيح. لا كابتن طارق عارف ياخده مني، يعني عارف يدوب ال. طب وبعدين هتعمل ايه؟ مش عارف، هشوف لي بقى. طب انا رايي بقى خد منه لعيب من القاهره. لا خلي بالك جدا، لو لعيب متضايق من حاجه او حاسس بحاجه او اي حاجه من ساعات لعيب يفكر كده يجي له طبعا وضع طبيعي. يعني انا ما احنا جهاز واحد في الاخر طبعا. انت ليه تكلم اسلام واسلام يقول لي صحيح، ما نقف مع بعض تعالى كلمنا احنا. انت اول مره مدير فني يقول الكلام، يعني انتوا ليه دايما في حاجز على طول؟ اي واحد فينا في ساعتها حتى ما اقول له ما تقعدش يومين ثلاثه تفكر، تعالى وندردش. صحيح، دي من اسباب المكسب. صحيح، برافو عليك بجد، دي من اللي بيخبي او اللي مهمه جدا في المكسب، الكلام اللي الكابتن بيقوله ده. صحيح، ربنا يكرمكم بصراحه يا جماعه. الحقيقه الوقت مر سريعا، انا يعني مش عايز اقول لكم انا مستمتع قد ايه بالحلقه دي، لان الحقيقه طلعنا اللي في قلوبنا كله وسمعنا منكم عن كل. انا قاعد بص، انا قاعد حاسس ان انا قاعد في البيت. شفت بقى شفت، انا بقول لك بجد والله كده. انا ممكن انت يعني انا اقول لك يا سوبر تقول لي يا كابتن اسلام عادي. طب خلي بالك، ما احنا دايما بنعمل ايه واحنا قاعدين في البيت؟ لازم بنحلي، فاحنا هنجيب تورته كمان شويه نحلي بيها ولا ايه؟ بس هنقطع بس ولا هنقطع وناكل؟ لا هنقطع بس، عشان التورته دي بتتشال للفرقه اللي بعدها. هنقطع التورته بس، يعني انت متخيل التورته دي بتلف
يعني لا هنقطع وناكل طبعا، انما مش هنقطع ونعين لا على البطولات وعلى التراث ربنا يديمها نعمه. بس يا رب المستوى بس ما يعني ايه الوزن ما يزيدش درش ولا ايه ولا بريد ولا نعمل ايه لو خلاص انا انت تقول براحتك انت كل براحتك بفكر بهلعب جمباز خلاص. حبيبي يا كابتن والله بشكرك شكرا جزيلا كابتن طارق خيري مدير الفني بشكرك نورتني وشرفتني. شكرا ليك كابتن مصطفى الشافعي نجم النجوم ربنا يخليك نورتني وشرفتني حبيبي. شكرا ليك كابتن هيثم وعلى طول داعم لينا باذن الله ان شاء الله اكيد طبعا. كابتن اسلام علي اخويا وعشره العمر بشكرك شكرا جزيلا نورتيني وشرفتيني. بس الميكروفون النهارده كان تمام. كابتن رضا طبعا اقول ايه عشره العمر والصاحب والاخ والبني ادم الجميل ربنا يخليك. كابتن رضا بشكرك شكرا جزيلا. انا بس يعني اتمنى منك ان انا يعني من هنا عايز اشكر طبعا زوجتي وزوجات الناس كلها طبعا تعبوا معاك اللي فعلا تعبوا معانا جدا 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 واشكر الجهاز كله من اكبر واحد لاصغر واحد. انا مش عايز اقول اسامي عشان ما ننساش حد خالص. برافو عليك. وفي واحد بس زميلي في الاوضه كابتن اكرم يعني حبيبي. انا بهديله شكر خالص بصراحه. ده بقى منتهى يعني الشكر اللي بوجهه له اهلاوي صميم يعني حتى كل الناس حتى حابد والله ان شاء الله يعني يكون معانا الحمد لله اللي احنا دخلناها لازم يكون معانا. في دقيقه لسه الايه في دقيقه لسه ولا خلاص؟ لا في دقيقه على الهوا. طب لما نرجع بقى هنقول طيب. لما نرجع عشان نطلع فاصل لسه التورته ونفرش الفرشه وبتاع. بس انا بشكركم شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين. فاصل يعني قصير واجع لحضراتكم عشان نستقبل التورته بقى وبقيه النجوم عشان نعمل العاده بتاعتنا اللي احنا دايما بنبقى سعداء بيها. يا رب يكتر بطولاتنا يا رب. فاصل دايما رب. فاصل ويرجع لحضراتكم دي. نقدر نقدمها للأبطال إن إحنا نقربهم بالشكل اللي يليق بيهم بالشكل التعب والمجهود اللي اتعمل طول السنة. البطولة دي بتيجي نتيجة مجهود وعرق وتعب. الحقيقة كابتن طارق خيري كان حابب يعني في نص دقيقة سريعا كده أمر مهم حصل كان له دور كبير في تغيير النتيجة فرقة للأبطال. إحنا قبل المباراة بيوم كابتن رؤوف عبد القادر كان اتصل بيا وقال لي إن سيادة العملي وزير العملي فاروق عمل هيجي يقعد يعمل ميتنج مع الولاد يحفزهم ويشجعهم. وفعلا استنيناه جانا بالليل وقالولنا ان كابتن محمود كان مسافر تاني يوم الصبح رايح انجلترا كان جاي معاه بلغ تحياته وقعد ازر الاولاد قعدنا بتاع ساعه الا ربع بيتكلم على الاولاد واسم النادي الاهلي ولعب ويعني ما يهمكوش وبتاع ومهمه قوي البطوله دي. القعده دي كان ليها حافز كبير قوي على الروح وعلى الاداء وعلى التركيز. لازم نشكر فيها مجلس الاداره لان ده من زمان ما كانش بيحصل كتير قوي ان حد يجي يقعد مع فرقه جماعيه غير كره القدم ليله المباراه. فاحنا بنشكره بالنيابه عن الفرقه كلها وبنشكر مجلس الاداره على اهتمامهم اكيد. واحنا طبعا كملوك الصلاه اكيد بنوجه نفس الشكر. كابتن عمرو فاروق اكيد مش بعيد عن فريق الباسكت طالما كان قريب من فريق الباسكت والفرقه الثانيه فهو حاسس بنبضهم كويس. الحقيقه دي اجمل لحظه وبستاذن ضيوفي ان احنا نقطع التورته والعاده دي يا رب ما تتقطع ان شاء الله. بس خدوا بطولات كتير ونجيب بطولات كتير ان شاء الله. اتفضل يا كابتن مصطفى. اتفضل يا كابتن مصطفى. اتفضل يا كابتن مصطفى. اتفضل جاي على مين دي؟ النص كده عشان ما يجيش على حد. لا 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 ده فوز بالله. الف مليون مبروك. الف مليون مبروك يا جماعه. الف مليون مبروك. الحقيقه يعني زي ما قلت لحضراتكم يعني دي اسعد لحظه
وانا الحقيقه كان ليا الشرف ان انا عشت لحظات يعني تكريم كتيره وحسيت قد ايه ان النادي الاهلي كبير والنادي الاهلي كل يوم بطوله بتخش. متشكرين جدا وبشكر جمهور النادي الاهلي العريض ومشاهدي قناه النادي الاهلي على حسن المتابعه، وان شاء الله لينا لقاء اكيد بكره مع بطوله افريقيا. خلاص المشوار هيبتدي، وغطيناه النهارده بطوله افريقيا للكره الطائره، بكره هنقول لحضراتكم على صفحتنا ازاي هنغطي يوم بكره. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، والى غدا او الى لقاء غدا مع نفسي. العالم شاهد على